السلام عليكم ورحمة الله. زهرة دياري الفراشات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير في أفضل الأحوال. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد إن شاء الله، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والأرزاق وكل ما كتمنوا إن شاء الله. نكمل لكم الكمالة ديال القصة اللي هي الجزء الأخير إن شاء الله، لأنني كنتمنى أنها تكون عجباتكم. بعد ما جات الياقوت عند حليمة وفاجأتها بالطلب الغريب ديالها، بعد ما قالت لها بلا بنتها لولدها. حليمة بقات كتشوف فيها ما غنلقاش حسن منكم، بعد انتم كنعرفكم وغنكون مهنية على بنتي عندك. اي والله هما ناس كنعرفهم ولا ناس غريبة علينا، ولكن الرأي كيبقى هي نسول ونرد عليك. الياقوت وما قلتي عيب، حنا راه نتسنى. قل لها تفكر مزيان ونزيد كراو تقرايتها، هو راه ما غيمنعهاش، بالعكس تكمل ودير اللي عجبها وهو يوقف معاكي. كيشتي راني جبت معاه الهضره من نهار تلاقيت بكم ديك الشرطه، قدرت نصبر. وعاودت لي على مزيان بلاتي بلاتي. بدات الصوره مساكه ومتسله، هادي تصويرتو عطاها لها تشوفها كيشتي ولاد هاد الوقت ضروري نشوفها، مش بحال وقتنا حنا باش ناو تدخلوا علينا. حليمه كتمان في الصوره، تبارك الله تبارك الله. قالت هنا يا اختي الياقوت، انا غنجبد معاه الهضره، و الا بغات هذاك النهار هذاك هو النهار الكبير عندي، وما غنزيدو غير الخير، الله يكمل بالخير. امين يا ربي. تعشات العشيه ومشات الياقوت هي وبنتها، وسميره غير عاوناتهم شويه بين ما وصل راجلها ومشات هي لدارها. بقات غير حنان وحليمه، هاد الاخيره اللي اجلات الهضره في الموضوع للغد. كانت عيانه ومشات ترتاح، وحنان دخلت لبيتها قرات شويه وجمعات مع سلوى كتعاود ليها. بقات حال العينات الاشمن وقت كتسنى في اتصال من منصف ولا ميساج منه. الساعه والو كان مصدعها كل دقيقه، ولكن في هاد اليومين بقاش تصل بها ولا هضر معها، وتا هي مقدرهش تدوي. كتسنى هو يبادر حيت في نظرها هو الغلط ماشي هي. على الاستاذ على انتهاء الحصة، وقفوا جميع الطلبة جمعوا لوازمهم وبداو كيغادروا القاعة. كانت حنان من بينهم، خارجة مع الباب وساهية قدامها، عقلها غايب والضيم طايح عليها. مشات نيشا للمقهى، جلسات حطات ساكة فوق الطبلة ولحت عليها راسها كتنهد بعمق. قلبها دارها والمورال هابط وما عندها خاطر لوالو، حتى من الحصص ديالها دخلت ليهم بالعقل وما انتبهاش للشرح، وهذه أول مرة كتوقع ليها، وهذا دليل على أنها وصلت بها للعظم. مبقاتش قادرة تصبر، يدوس أسبوع على قدو قبل ما يهضر معاها ولا يحاشي عليها، ما عجبهاش الحال. كانت كتسنى فقط يصيفط ميساج واحد، كانت غتنسى داك المشكل وترجع معاه عادي وتنسى اللي فات، ولكن هو قلب قلبة وحدة بحال جاتو من الجينات والناس. كان طالب عليها والولف صعيب، وهي ولفات ولفات بزاف، ولفات كلامه الحلو ضحكوا معاها، كل شي خاص به فتقداسه في هاد المدة اللي تجي لأي واحد أنها قصيرة، ولكن بالنسبة لها داس أعوام. بقات على وضعيتها حتى حسات بشي حد جلس حداها وتمدات يتحنينها تحطات فوق شعرها. كدوز عليه بحنان، عرفات مولاته سلوى حبيبة مالك. حنان هزت راسها والحزن كاسي ملامحة، توحشتو يا سلوى توحشتو بزاف. ما صيفتش ليك؟ لا، هاد السمانه كلها كنتسنى اتصال منه بلا فائده. ايوا سولي فين انتي، ما تعرفي تكون عنده شي حاجه ولا علم لله؟ حنان زعما ما غيتنفخش عليا، راك عارفه شحال اتصل وصيفط ميساجات وما جاوبتوش. يخمنو عيني فيه، الله يعطيني وجهك. بون صوني لي انتي، شوفيه مالو وديري بحال حتى حاجه ما وقعاتوش فيش كاين. اوكي. شفت التليفون بالزربه متحمسة، وسلوى كتشوف فيها وكتنهد. دوزات نمرتو بيتين كيرشفو، خدات نفس عميق، والتليفون في ودنها كتسنى الجواب. الساعة خامضة النهار فاش لقاتو طافي، يتحط فوق الطبلة وكتافة طاحو من جديد. سلوى شنو طافي؟ إيوا تسني شوية وعاود حاولي. وداكشي اللي دارت وقت قصير وكررات المحاولة ولكن بلا فائدة. والو يا ختي، ما مولفاش ليه يطفي، زعما تكون وقع ليه شي حاجة، حيت ما يمكنش يخبر هاد الغبره غير هكاك. وزيد حنا كنا متفقين هاد المجيه ديالو غنخدمو، ما عرفتش دابا اش وقع، ما نكونش تسرعت بالحكم عليه وزدت فيه. سلام، هو واحد الناحيه كان عليك تعطيه فرصه يشرح لك الموقف ديالو وتعرفي شنو كاين، ومن ناحيه اخرى هو غلط والاعتذار راه واجب. عندك الحق،
اوف اوف سلوى الحماق، مبقيتش قادرة نصبر ودابا تشوشت عليه بالمعقول. كون مازال كندوي مع ختو كون غي سولتها ولا مشيت عندو. هاديك الختو بغيت غنسولك، علاش ما قلتوش ليها على علاقتكم؟ وخاصة انتي زعما كانت صاحبتك، هو اللي قال لي بلا ما تعرف دابا. سلوى هذا هو السبب زعما، كنتي تقدري تقوليها ليها تبقى غير بينك وبينها يعني صاحبتك وكدا، ما كنتيش تخبي على حاجه بحال هادي. وزيدون نار تعرف اكيد تقلق عليك. حالا متوتر صراحه سلوى، ماشي غير هاد السبب، ولكن ما عرفتش ما قدرتش نقولها لها، احساسي قال لي نخبي لها، فهمتي؟ ما عرفتش كيفاش نشرح لك. فوالا هادشي نيت اللي بغيت نوصل لك بكلامي. انت ماشي ما قلتيهاش ليها حيت غير خوها طلبها منك، ولكن كاين سبب اخر. عرفتي شنو هو؟ انها في ديك الفتره ما كانش محل ثقه، والاحساس اغلب الاحيان كيصدق. يعني نهار تكون عندك صديقه عزيزه وكتشاركي مع اي حاجه خاصه بيك، ولكن كتجي واحد الوقيته اللي كدي تخبي عليها وخاطرك كتهرب منها وكتفضلي تحتفظي باسرارك لنفسك بلا ما تشاركيها معك، او انها كتطلب منك شي حاجه كيف ما كانت، سواء صوره او رقم او اي حاجه بالنسبه لك انت خاصه. كتبداي تقلبي لها الهضره وتنسيها وما كتجاوبيهاش على داك السؤال اللي سولات ولا الطلب اللي طلبات. هنا كتكون الثقة انعدمات والعلاقة رجعت سطحية بحال أي علاقة أخرى. ومع الوقت كتكتشف بأنك كنتي على حق، إحساسك طلع بالصح، ديك الصديقة فقدات صفات الصداقة ورجعت وحدة غريبة عليك. كتقولي مع راسك الحمد لله اللي ما قلت لها والو، واخا بعض المرات كتعطيها معلومات غالطة. كأبسط مثال كان دات قدامي هو جوج صحابات، وحدة سولت الأخرى على اسم الزوج ديالها، والثانية كذبات قالت اسم آخر مزيف، حيت بالصح مبقاتش كتثق بديك الانسانه، فضلت تقول اسم غلط على انها تحرجها وكذا، ولا تقول لها صحيح وتندم. في الاخير حيت الثقه ما كايناش، فهمتيني ياك؟ حالا فهمتك، ونبهتيني بزاف الحوايج كنت حاسه في ذاك الوقت ودابا صدقه فعلا. اذا ما كاين لاش يبقى في كل حال، حيت قبل من هذا المشكل اللي وقع بيناتكم كان حوايج اخرين واقعين واللي اثروا على صداقتكم. المهم ما علينا الزين، بغيت نقول لك هذا الويكاند معروضين العرس من جيراننا، شنو بالك تمشي معنا ومنها تبدلي الجو وتنسي لهم شويه؟ مشي بالعراده ويلي سلوى، واشفتي تبارك الله دوك اللي غيحضروا كلهم معروضين، ترى الاغلبيه كيلبس عليه ويجي ويجلس يتفرج، خصوصا ان العرس غيديروا غير في الحومه ديك الوسعه اللي تما، حيت دار العروسه كاينه غتبنيت وغادي يدير الصالون برا. يلا صاحبتي ونسيني نيس، كيجيني الملل وإلا ما حضرتش غيبقى في العروسة الحال، راه كبرنا مجموعين. وإلا كان غير على خالتي حليمة ضربي على حسابي، أنا نطلبها يا لالا ونرجعك في الوقت، حيت غيبدا بكري ويساليو بكري. وقفات قدام المرايا كتشوف راسها وتمعن فيه، ترسمات ابتسامة خفيفة على شفايفها الملوني باللون الأحمر، ابتسامة راضية على شكلها كل الرضا، كانت في منتهى الروعة، متألقة في غوب سواغي في الأسود سامبل، جات مناسبة مع الجسم ديالها، طويلة بالكمام والفرير بالبيض من الفوق، كان جاها هدية من وحدة كانت خدمات عند الأم ديالها وصيفطاتو ليها، وبقى مخبي شحال حتى جات هاد الوقت في جبداتو ولبساتو، وجهها زوين وعجبها، شعرها جمعاتو بقراصة في البيض كان بوكلي، وجابتو لجهة وحدة وفرج ليها طالون كانت لبسو مرة. تمشات قدام المراية عاجبها راسها كضحك، وقربت منها طبعتها قبلة كأنها كتبوس راسها، حطت رسم أحمر شفاه فيها، هزات البوشيت في اللونين الأبيض والأسود، وخرجت من بيتها كتمختار نيشة للصالون فين كانت ماماها جاهزة كتفرج، وغير سمعت صوت الكاب وهي تهز عينيها في بنتها، بدات كتشوف فيها بإعجاب كبير حتى غرور عينيها، ونات وقفات عندها. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، الله يحشبك يا بنيتي ويحفظك من العين، عروسه ما شاء الله عروسه، ربي يخليك مع عميناتك اللي زوينين. حليمه والله يحفظك ليا يا ربي ويطول في عمرك، احسن نشوفك عروسه ونفرح بك. امينه ماما امين، الله يخليك ليا. اليوم راك ناويه ندوي معك في هذا الموضوع، ولكن يلا حتى تجيو كاع ندوي على خاطرنا. عقدت حنان الحواجب بها، قولي لي دابا من حد سلوى مازال ما وصلها سيبقى دارني راسي. عارفك فضولية، ولكن من الأحسن تترجعي باش ناخدو راحتنا في الهضرة. واخا إن شاء الله، ردي بنيتي لبال راسك واخا، بقاي حدا صاحبتك ما تحركيش من حدا الوقت والزمان هذا. والله كون ما ماها طلباتني والعروسة دوات معايا بنفسها ما كنت نخليك تمشي، نخاف عليك بنيتي وبالي بقى مهول. عالقاسة حنان ما تخافي عليا والو ماما، وزيدون أنا راه كبرت مبقتش صغيرة.
واخا ديري العكاز غتبقاي فانيه ديما صغيره، ونبقى نخاف عليك حتى تخرج روحي. الله ينجيك يا حبيبه. تسمع صوت في الباب وتمشات حلاته وشافت سلوى قدامها بالبلدي، قفتان المبرة في اللون الأحمر ملبس بالعقيق من جهة الصدر، مع حزام رقيق في الذهبي وفولار ذهبي قصيصة كحلة خارجة ليها، ومكياج جا معها وبرز ملامح أكثر أكثر. هزة بوشات ذهبية في يدها والطالون لابسة في رجليها. شافهم بعضياتهم بإعجاب كيضحكوا، ودخلت سلوى حتى سلمات على حليمة، هاد الأخيرة اللي وصات على بنتها، وخرجوا بزوجات. وحليمة متبعة عليهم العين وكتدعي معاهم وكتقرا عليهم معوذتين باش الله يحفظهم. غير هبطوا في الدروج وهي طال السرجم كطل عليهم الفوق، حتى بانوا العقاد عند الطريق جهة سيارة أب سلوى، وهزت حنا راسها الفوق حيت كانت متأكدة أن ماماها كتكون غطل عليهم. سيارات لعبت ديها وركبات هي وسلوى وانطلقوا في اتجاه العرس. بدات كتقرب السيارة من الحومة، حنان تفكرت السلسلة اللي عطاها منصف واللي ما قدرش لبسها في الدار خوفا من شك حليمة، جبدتها من البوشيط ودارتها في عنقها، وبقات حاطة على يدها كتنهد عقلها سارح كيفكر فيه وفي السبب اللي خلاه يغبر هاد المدة عليها، وحتى التليفون وبقي طافي نهار كامل كتحاول معاه بدون فائدة. خرجها من صعوبتها توقف السيارة والأضواء الساطعة اللي اخترقت نافذة السيارة وضربت في عيني الشان. هبطات سلوى هي الأولى ومدات يدها لحنان، هبطات هي وقفوا حدا بعضهم، وحنان كمشى الفورين عندها وكتشوف بعينها. كان داك الصالون مصاب في الوسعة الكبيرة، وطرد العروسة محلول بابها، شي داخل شي خارج، والبز كتير كينقص تما، والناس كدور بتكاشطها وقفات نهار المكياجات والشعورات هي للون متلوقين كلها مبين زينو، باغي يكون حسن من الآخرين ويسرق الأذواق بدا كيتسمع الباف وصوت لجوق كيجرب فيهم. سلوى الناس بس كتجي والدنيا غتعمر، الجوق شويه ويبدا زيد زيد نمشيو نشوفو ماما تكون خلات لينا بلايصه بلاصتنا حداها. يلا مرحبا بك، ايوا شتي مشيت جبتك معايا، تصوري كي تفارقت معاك قبيله جيت طير عند سامي وقلت لها والو عرض لي حتى على صاحبتي حمقه الله يكمل لها بالخير، باينه من صوتها بنت الناس وظريفه. سلوى وي وي ظريفه، ولكن فاش كطلع على القرض والله ما تعقل على حد عيشوريه. دخلوا للصالون وسلوى هزت جنينها خايفه تشقلب، اما حنان واخده راحتها في المشي حيت الكسوه ما فايتاش لحد في طولها. كان داك الصالون اللي داروها كان بنيزبين عجبها، والبرزة خدام على النكافة. مشاو نيشا للطبلة، كانت قريبة شوية من جلسة العروسة، فين جالسة أم سلوى مع بعض العيالات وحدها جوج كراسة خاويين حاطة عليهم ساكها، وحنان سلمات عليهم كاملين وجلست حدا سلوى حشمانة وغي كدور في عينيها. دقايق قليلة وداك الصالون كل العمر وبدا العرس. دخلت العروسة بصلاة وسلام على رسول الله، والجوق خدام كيغني ليها، وجلست ناشرة يديها للنكافة. كانت فايتة ناقشة رجلها وخلت يديها حتى العرس، وغير قربات تسالي لها النقاشة هو يتسمع صوت الدقيقية كيقرب من تما، معلن على وصول العريس وعائلته محملين بالداز. بقاو الناس كيشطحو على مرة شحال عاد تم داخل ورا الضيافر. حنان وقفات بحالها بحال الناس كطل حتى هي باش تشوفو، ولكن كان مزرق. بقات كتشطح بيديها حتى قرب العريس نيشة البرزة وقف، والنكافة كتوري شنو يدير. تحضر على جبين مراسو بهسو وجلس حداها كيقاد في الكوستيم ديالو، وغير هز راسو وبان مزيان. وحنان كانت غتجلس وعينيها جيتو حتى تصدمات، بقات مقوسة ظهرها جمدات في وضعية قريبة للكلاس بلا ما تمس الكرسي. الوقت توقف ديك اللحظة بالنسبة ليها، وقفات عينيها خارجين فيه، فمها محلول وقلبها كيضرب في المياه، ودنيها تصمكو بقات كتسمع والو. ما زحزحتش عينيها وهي كتشوف فيه جالس حدا مراتو، وعيني على المعروض مازال ما انتبه لها هي اللي عقلها وقف. سلوى شافتها هكاك واستغربات، مي تقرب لها شدات لها في كتفها كتحركها، وحنان جامدة درجة جدبات نسيب على العيالات اللي جالسين معها في الطبلة وبقاو كيشوفو فيها. سلوى وقفات قربات لها أكثر، بغات دور عندها وبزاف باش قدرت تدور لها وجهها اللي كان ثقيل بحال مكوانسي في جهة وحدة. شفت لونها اللي تخطف وعينيها اللي خرجوا شفيفه اللي تبدل لونهم الاحمر البيض كان الموت، بحال دخلاتها تخلعات على ودات كتحرك من كتافها كضربها بيديها بشويه لوجهها بحال بغات تفيقها. سلوى ويلي حنان مالكي، حنان دوي صاحبتي اش واقع علاش ما متخلعينش عليك؟ حنان
عينيها محلولين ما رم مشاتهمش بقوة الصدمة اللي تلقاتها، صدمة اللي ما تبغيش العدو. وشحال من وحدة مشات فيها، حالا بدات كدور في راسها حتى جانيش على مصيف اللي كيشوف قدامه. شهقة خرجت منها كدور على صدمتها هي الثانية، حطت يدها على فمها ما متيقاش شنو كتشوف. عاد فهمت حالة صاحبتها وشنو سبابها، ظهرها خطرها بلاصة، ما عرفت كيفاش تصرف معاه ولا شنو دير. فقط حاولت تجرها بزز، خرجاتها من تم وهم عاطين تهرونيهم. أم سلوى شافتهم خارجين وبدات تعيط لبنتها هاد الأخيرة اللي دارت يديها ورا ظهرها، عطات إشارة لما بمعنى وحنا جايين. خرجاتها من الصالون ودات هانيشة لدارهم، كتحرك بحال شي دميه. والأخرى ما حاسش براسها، صافي الوقت توقف ليها كي شافته وهو مازال صورته وهو جالس براسه قدام عينها ما تسمحاتش. خداتها للصالون دارهم وجلستها بزاف فوق سداري، وطارت للكوزينة كتعترف جليلة، جابت كاس الماء قربت ولا الفمة بغات تشربها، سعلقتها سنينها ما كتمكن الزين حتى قطراتو عليها بلا فايدة، ورشات على يدها بدات كدوز لها على وجهها غير متابعة داك الميكاب اللي بدا كيتمسح ويلصق في كف يديها. همها بديك اللحظة هو تفيق صاحبته من ديك الصدمة وترجعها للواقع. بقات كتحاول معاه شحال بدون فائدة، وفي الأخير ملقات حتى طريقة من غير أنها تهز يديها وتصرفقها حتى خرجت شاقة عالية من الحنان، دليل على أنها فاقت من ديك القلبة. تصدرها كيطلع وكينزل، وسلوات حضرات عليها وكمشات لها وجهها بين يديها مزيرة لعب باش تحس بيها. حنان شوفي فيا، شوفي فيا حنان، سمعيني، شوفي هانتي، هانتي غير سمعيني اش غادي نقول لك. هزي عينك فيا وهانتي هزيهم وهضري معايا، ما تسكتيش، دوي غوتي بكي، المهم ما تبقيش ساكته، سمعتيني حنان. بقات كتنخض فيها كتنخض فيها حتى شافت فيها بحزن عميق في عيونها اللي بداو كيتراكمو فيهم الدموع، دموع الحسرة والألم والجرح العميق اللي ساب قلبها، قلبها اللي تحرس في ديك اللحظة وروحها اللي ماتت أمشع موتها. صدمة كبيرة وصعيبة عليها. حالا بصوت كيترعد، سلوى شفتي هيك؟ هو ياك هو ولا ماشي هو؟ لا لا ماشي هو، غير تخيلي ياك سلوى، غير تخيلي، ماشي هو، ماشي منصف هذاك، لا مستحيل يكون منصف. ويلي ويلي على شوتي، شفتي شفتي وليت كنبغيه لدرجة وليت كنتخيلو قدامي. كنتخيلو هو العريس، شفتي حمقى انا ياك؟ ويلي على ضحكتي، ولا يبان ليا في كل بلاصة لدرجة تبان ليا في وجه العريس. باز ليا ولا هاد العقل عندي اللي ولا كيتخيل شي حوايج ما كاينينش، ومستحيل يكونو تخيل ولا كيصور ليا منصف عريس. مستحيل يديرها، لا لا مستحيل. شفتي صاحبتك طاحت على زنافرة؟ ضحك عليا صاحبتي، صافي حماقيت، هو اللي حمقني كثرت ما كنفكر بيه وبالي مش طبيعي، وليت نشوفه فين ما كان. بس كتضحك بالسيرية وتغطي وجهها بيديها اللي مازال كيترعدو، وتحدى حدا عند ركبها وتعاود تهز راسها وهي كتضحك. وسلوى كتشوف فيها بأسها، حالتها قطعت لها قلبها وعرفات ان هادشي صعيب عليها، حتى هي تصدمات. كل ما شافته بعينيها كنت هي قالت غير تهيؤات، لا تهيئت لصاحبتها، ولكن هي متأكدة أن العريس هو نفسه منصف، هو السيد اللي كتبغي صاحبتها وكتموت عليه، هو اللي موعدها بالزواج وخلاها كتسنى على أحر من الجمر. نهدات بقلة حيلة كتحاول تلقى طريقة كيفاش غتعامل مع حنان وترجع لها عقلها وتفهمها أن داكشي اللي شافته حقيقة ماشي خيال. طلعت من نفسه وهبطاته ورجعت شداتها من وجهها مركزة في عينها بقوة، هادشي ماشي خيال حنان، هذاك فعلا منصف، العريس هو منصف. فيقي صاحبتي، فيقي وتقبلي الامر الواقع، الله يرضي عليك، راجل سامي من جيراننا هو منصف خوافة صاحبتك. كلام قوي خرجاته من فمها وعينيها في عيني الحنان اللي بدات كتستوعب. خير دليل على ذلك هو الرشفه اللي صرات معاه وبدات كتبان في شفايفها. بكي يا صاحبتي، غوتي ديري اللي بغيتي، ولكن تقبلي الواقع حنان، عافاك واخا منصف هو العريس. حنان بصوت ضعيف، لا لا ماشي هو، سلا سلوى ماشي هو، مستحيل يكون هو، مستحيل، لا ماشي هو. جوج كلمات بدات كتعاود فيهم حتى هبط شلال من عينيها، بدا صوتها كيرتفع كيتخلط مع صوت الجوق العالي اللي ما خلاش خواتها يوصل برا. بكات غوتان، ضربات راسها تمرمدات، وسلوى كتحاول تشدها. اصعب احساس هو الغدر والخيانة، وخاصة إذا كانت من شخص عطيتيه قيمة وبلاصة كبيرة في حياتك وحطيتي قلبك من يدي وفي عوض ما يحافظ عليه ده العكس وهرسه. سلوى
لقات وقفة بعيدة على شوية متكية على الحيط وراها كتشوف فيها بحسرة. خلاتها فرغت ديك الشحنة كلها، خلطها غضب وحزن ودمار ديال الروح. ما قربتش منها، بغاتها تخرج كل ما كتحس بيه باش تقدر ترتاح، حيت الا كبتات وبقات مخبية غتمرض في صحتها ونفسيتها. اللهم تغوت وتبكي من حد الصدمة جديدة وتقدر تغلب عليها ومساعدتها أكيد. داز وقت طويل وهي على ديك الحالة، حتى تهدات وعيات وفشلات ومبقات قدرت لا تهزيدها ولا تحطهم. فشلوا عليها وطاحوا حداها فوق الأرض ورجليها مسرحين وصدرها كيطلع ويهبط فعل المجهود اللي دارت. العرق بدا كيتصبب منها والمكياج كله خسر والكحل تخلط بالدموع وتشلخ ليها الوجع. شعرت تشنتف داك الفوري المربي بعيد. صار شافتها سكتات وغير دموعها اللي نازلين بصمت، وهي تقرب لها وجلست قدامها حاضنة وجهها من يديها مركزة نظرتها نيشان في عيون حنان الحمراء كي جغمت الدم. ساليتي ودابا سمعيني مزيان وركزي معايا. عرفتي علاش خليتك ديري هاد الحالة فراسك؟ باش تفشي وتخرجي كاع ديك العصبية والقهر اللي حاسة بها، باش ترتاحي وتريحي داك القلب اللي عارفة هاد الجرح، والجرح مع الوقت غيتلم. سمعتي؟ كاين شي جرح ما عندوش دواء، كلشي اللي يدوى في هاد الحياة إلا حاجة وحدة وهي الموت. وانتي حي وكتنفسي وروحك باقة في الجسد ديالك، وانا ما غنخليكش تقتلي على ود واحد ما كيستاهلش. هو غدرك وي ما قلتش العكس، ولكن ما نبغيش يشوفك هكا ضعيفة ومقورة وجروحة. هذه الحاجة اللي ما نسمحش بها. انتي حالا ماشي صاحبتي، ماشي غير اختي، انتي هي انا وياك نفس الشخص، وروح وحدة وقلب واحد. عمري غنتفرق عليك وغنكون ما كنسواش الا خليتك تدمري راسك ولا تشفي فيك العاديات. سمعتي؟ حالا بصوت ضعيف حسب الموت. سلوى العافية العافية العافية، كتحرقني من الداخل صاحبتي. قلبي يا سلوى كيضرني بزاف، هادي الاخرانية قتلني يا سلوى. حرام عليا، شنو درت لي انا حتى يخليني؟ شنو ياك وحدني؟ يا قاليا كنبغيك من غيرك ما نديش، ياك شحال قبلي باش يخطبني؟ كلشي يعرفني انا وياه. يقلي بغى العالم يعرف علاقتنا ونبداو نخرجوا براحتنا ونسوقوا لحد. يقلي انا مراته ومولاده، يقال لي حياته ما تسواش بلا بيا. علاش دار لي هادشي؟ علاش طمح لي سلوى؟ علاش خلاني نتعلق بيه ونبغي يخشى لي فيا جنوي جاني في القلب نيشان؟ علاش؟ يا ريت ما عرفتو، يا ريت ما خرجتش معاه داك النهار، يا ريت ما مشيت دوز الامتحان وبقيت ناعسه، يا ريت عدل دقيقه واحده قبل نشوفك تنقص عليا عمر ديال العذاب، يا ريت ما عرفتش اختو، يا ريت ما تصاحبتش معاها. سلوى زيرت على يدها وخرجت في عينها. هاد الهضره ما عندها معنى دابا. فيقي معايا الله يرضي عليك، منصف اختو غيديرهم بحال شي سؤال من الاسئله تحط لك في الامتحان وما عرفتيش جواب واش غتبقي حاصله فيهم. غدا يا عماد دا كله على ود داك السؤال، 19 نقطه تضيعها كامله على ود نقطه واحده ديال هذاك السؤال. يلا جاوبي، ما غديهاش ياك. ما عرفتيش اللي تفوتي وتشوفي اللي بعدو. هاكا تعاملي مع هاد الحاله، ما توقفيش عندها ولكن تجاوزيها وتكملي حياتك، وربي ما غيخليك شو عمرو يخليك، بالعكس غينصفك وياخذ لك حقك في اللي ظلمك حنان. وما يستاهلك شخصي، والله ما يستاهلك. ونزيدك، كنت فيا الخير كان غيبقى ويدير داكشي باش وعدك، ولكن ربي كيبغيك داكشي باش بعدو عليك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه حكمه من عند الله. ترحبي بها وتحمدي الله وتشكري، حيت عمرو ما دار شي حاجه ماشي في الصالح ديالنا. انت كتامني بالله، دابا غتنوضي معايا غتغسلي حالتك وتقادي وغتصاوبي وغنرجعوا للعرس وغتمشي برجليك غتباركي ليهم. حالا كتشوف فيها وضع ماقدرش اسالو، ماقدرش الهضره سهله ولكن التطبيق صعيب صاحبتي، حسي بيا حافك. اوف انا اكثر واحدة حاسه بك دابا، وهادشي اللي كنقول لك لمصلحتك غتشكريني عليه من بعد فاش غتكملي حياتك وتوصلي داكشي اللي بغيتي وتنسي عليك هذاك. تما غتشكرني وتقولي لي فين كانوا عيني وداك العقل الهبي اللي كان تابع حوايج تافهين. الحياه فيها بزاف د الحوايج اهم من هادشي. يلا نوضي معايا. قفزه بزز منها وجرات توش نيشان، وقفزه قدام المرايه وهزات ليها راسها باش تشوف وجهها اللي في دقائق كبر سنين. بقى نظرها مركز في المرايه على الصوره اللي منعها تقبلتها اللي براسها ما عرفتهاش. العين اللي كانوا كيشعوا بالامل ويضوي بالسعاده تبدبلوا وتطفاو. سلوى شكون هذه اللي كتشوفي فيها؟ ماشي حنان، هذه ماشي انتي، هذه اللي قدامك انسانه فاشله وضعيفه وعمرها تطفر في حياتها. انا ما يشرفنيش نكون صديقه لها، حيت بغيت ناس ايجابيين في حياتي وكلهم امل وتفاؤل كيقدروا يتزوجوا صعب بسهوله ويكملوا في طريقهم وضاربين الدنيا بركله، وما كيهمهم حد من غير نفوسهم وسعادتهم
وانتي ما فيكش هاد الصفات. اذا هاد الانسان غنزيحها من حياتي، ودابا نيت باش ما نقش ليا السلبيه والياس. قالت كلامها ودارت يدها في دار حنان وحنات ليها راسها اللافابو، وطلقات الماء وبدات كتفزك يدها وتمسح لها وجهها. كررت ديك العمليه عده مرات، تسالات مسحت لها بفوطة ورجعت هزات لها راسها ودوراتها عندها بالزربة قبل ما تشوف راسها في المرايا. حطات لها تخوز ديالها تما وحلاتها. حنان ساكتة جامدة مخليها دير فيها اللي بغات. اصلا قوتها تبخرات، مبقاش عندها السوف اللي يتناقش. حتى داك الاحساس في ديك اللحظة فقدات وعقلها سرح بلاصة اخرى. خليها صاحبتها كتزوق فيها وتقعد. تقريبا نص ساعة كانت رجعات كيف جات، منظارهم تماما صابت لها وجهها شعرها كذلك، وجابت فوري لبساتو ليها هو والطالو اللي تحيد فاش كانت كتمرمد، وطلعاتها وغبطاتها بابتسامة هادها كتخاف تحاول تخفف عليها. دابا مزيان يلا دوري. دوراتها جهة المرايا بقات واقفة موراها زعزعاتها بلطف باش تخرج من سهوتها وتشوف راسها. هادي اللي قدامك هي صاحبتي حنان اللي كنعرف، البنت اللي تعرفت عليها بالصدفة في العالم الافتراضي، وصداقتنا خرجت الأرض الواقع وتقربنا من بعضياتنا ولقينا بزاف د الحوايج مشتركين بيناتنا واللي زادوا قربونا اكثر واكثر وتشطات علاقتنا. اولهم واللي مهم هو الامل والاراده والعزيمه القويه باش نوصلوا لاهدافنا ونحقوا احلامنا، ويدينا ديما يدينا في يد بعض غنكملوا حتى الاخر ما تمشى. ولكن صاحب شي ضروري يخلي لنا درس نتعلموه باش ما نعاودوش نفس الاخطاء. سمعتي هذا كان خطا وجا الوقت فين غتصلحي. دابا دوراتها جهتها تي حنان بنت قويه بزاف، وهذا الشيء اللي خلاني نزيد نقرب منك ونبغي نتصاحب معاك. قوتك هي اللي جذبتني ليك وحبك للحياه. دابا غديري يدك في يدي وغنرجعوا عندك العرس، غتدخلي ليه وراسك مرفوع حيت ما درتيش. علاش تحشمي ما تنزلي؟ غتمشي بالثقه اللي عرفتك بها، خد نظره اليائسه والحزينه غتحيديها وغترجعي النظره القويه للبلاصه حيت هي اللي كتليق بهاد العوينات الزوينين. هاد العبوس غتزولي حتى هو، وغترجعي بلاصتو ديك الابتسامه ديالك اللي كتحمق كتافك هزيهم حيت فاش جيتي ما كانوش هابطين. الخلاصه هادشي بغيت دائما نشوف حنان اللي خرجت من دارهم. يلا كنتسنى. طلعت فيها حاجه بتحدي وخلات نظراتها كيتكملوا مكانها ويبعثوا رسائل خفيه لحنان اللي فهمات في البلاصه، وحيت معروف عليها التحدي وما كتنازلش ولا كتستسلم. في لحظة قدرات تبدل وعينيها لمعو بحزم، الشي اللي خلى سلوى كتضحك في وجهها وتعنقها. ايوا هكا نبغيك، يلا سيدي سيدي نمشيو غيكون حطو العشاء وانا في الجوع. خرجوا من الدار متجهين للعرس اللي باقي الشطيح والرديح والنشاط. حنان قدرت تخبي مشاعرها وتقوي راسها بزز منها وتزير على يديها اللي كيدرها هادو، قلبها اللي كيضرب بقوة قرب يخرج. دخلت مع الباب الصالون وتقابلوا مع البرزة نيشان. كانت العروسة سالت حنتها وبدلات لبسة أخرى وجالسة جنب راجلها منصف الخائن والغدار في نظر حنان. وهاد الصفات مستحيل شي حد يحيدهم ليها. خدات عليا نظرة اللي عمرها تبدل، والكاس اللي تهرس مستحيل يرجع كيف كان. هادشي وقع لي مشاعرها لحيتو بفعل تدمر أي حاجة زوينة جمعاتهم بزوج. زيرت عليها سلوى كتمدها بالقوة اللي خاصها وكتقول لها انا معاك ما تخافيش وكملي على اللي بديتي. حركات رجليها بزز كل ما قربت ليه كل ما قصحت قلبها، ورسمت الجمود على ملامحها والقناع المزيف بدا كيشد بلاصه في وجهها. اما هو كان كيدور في عينيه في المدعوين ويد مراسو فوق يدو كيف طلبت من كافة. العروسه كتضحك فرحانه براسها كاي عروسه. اما هو عارف انه داير وجالس ما مرتاحش، تخنق وما كرهش يخرج برا يشم الهواء. ولكن اللصقة ديال المول اللي حداه ما خلاتوش يتزعزع حتى بلاصه، وغير تحس بيه باغي يتحرك كتهبط على ودني وتفكرو بتهديدها ليه، كتهرس ليه جناحو وتخليه ثابت مكانه. مع هزة الراس جات عينو على عنيشان جايه ناحيتو، تصدم عيني خرج ممتيق شنو كيشوف قدامه. نفس احساسها فاش شافته هو باش حس فاش شافها، زاد تقطع فيه نفس كثر لدرجة مد يدو لربطات العنق بدا كيرخفها شوية بشوية ويديه كيرشفو. وفا أمها شافوها وكحلو بالعمى وبداو يشوفو بعضياتهم بكره وحنق خايفين تخسر لهم الحفلة. حنان مداتهاش فيهم وعينيها غير هني هو بابتسامة مستهزئة، وهي كتشوفو كيتفتف بلاصتو مصعوق متوقعهاش. وقفات قدامه مباشرة هو وعروستو ساهو سلوى. مشافتش نيشان عند بنت جيرانو وباركات ليها. سامية هادي هي حنان صاحبتي اللي هضرتي معاها قبيله في التليفون. ساميه متشرفينا حبيبه مرحبا بك. حنان بهدوء
مرحبا بك جدا اختي، مبروك عليكم، الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، الله يكمل بالخير والذريه الصالحه ان شاء الله. ساميه بنتينا امين يا ربي والعقبه لكم ان شاء الله. غير سمحي لي نجيت بنتي خاوين، ولكن بدات يد العنقه تحت نظاراته حيت ديك السلسله اللي كان هداها ليها ومداتها لساميه. نتمنى تقبلي مني هذه الهديه البسيطه وعافاك ما ترفضيش. ساميه ما كانش عليك تعد براسك يا حبيبه، بجيتك بحد ذاتها راه كادو، ولكن كي كيقولوا الهديه ما كترجعش. انا ما غردتش فوجك، شكرا بزاف. خداتها من عندها وعيني المنصف غيخرج من بلاصتو، وجهو تخطف من اللون، شفت فيه باحتقار النظره اللي قتلاتو. قلبات عينيها وتمشات للطبله فين كانت جالسه، ثقه عاليه في النفس وراس مرفوع. دازت من قدام وفاء امها، طلعاتهم غبطاتهم ودارت لهم ضحكه معناها بقيتو فيا، وجلست مقابله معاه. داكشي اللي كان خاصو كملاتو ليه هي، ولا باغي غير يمشي يسال هذاك العرس وينوض فحالو. اما هي ما رحماتوش بشوفاتها، تقنات الدور مزيان وضغطت على راسها باش ما تبينش ليه النار اللي كانت شاعله فيها. شطحات وضحكات وقلت السنبل مزيان، بزات على راسها وتعشات مع الناس. المهم عندها هو ثمن طبيعيه، وداكشي اللي كانت ناويه تجلس شويه وتمشي، ولكن ضد فيه كملت العرس الاخر. تسالاو وجلس هو ومراته في الطبله الخاصه بالعائله، وهي بالكسوه البيضاء كيتلاقاو التبريكات ورا جمعات الوقفه. لبست عليها وهزات بوشيط ديالها وخرجت مع سلوى بلا ما تلفت موراها. حبها ليه خلاته في داك الصالون بالضبط، وخرجت بقلب خيالي كيف كان في الاول. وصلت سلوى هي وباباها لدارهم، كانوا بغاوها تمات معاهم، ولكن وعدات ماماها غير يسالي العرس وترجع، وكان باقي الحال شويه. وطلعت سلبه في دارهم وسلماتها كيف الامانه الحليمه ومشات. حالا دارت سبب العيا والنعاس ودخلت البيت نيشان، سدات عليها وجلسات مع راسها كتفكر وكتسترجع الاحداث من اول نهار شافته فيه لحد الساعه. بكات شويه بسبب الشمسة، ومن بعد وعدت راسها تنساه ودير قيمه لراسها وما تعذبش نفسها، حيت هي اللي غتخسر. اما هو ضاع حياته وغيعيشها، واللي اكد لها هذا الشيء وتعامله قدامها كانه ما كيعرفهاش. حتى فاش عطات المرات السلسله اللي جاب لها عارض ما قال والو، كون كان كيبغيها كون ناض تبعها ولا دار شي حاجه، ولا على الاقل يعتذر. ولكن هادشي كامل غير احلام، اما الباقي حاجه اخرى. كانت كتسمع بالغدر والخيانه، ولكن دابا جرباتو حسات بالبنات اللي كانوا كيعاودوا معاناتو مع الرجال اللي بغاو هو بيهم وتزوجوا بغيرهم. حاولت تصفي ذهنها وما تبقاش تجلب ذاتها وتعذبها. حطات راسها على المخده، غمضات عينيها ونحسات وهي هازمه بلوكي من حياتها بحال اللي عمرو داز فيها، وتشغل نفسها بقرايتها ومستقبلها اللي غينفعها فقط. وجا يوم جديد احداثه عالم بها غير الله وحده اكيد. فقط شويه معطله، بقات جالسه بلاصه شحال كتخمم كتلعب بشعرها حتى توقضات. عاد ناضت جمعت سريرها والاول، هزات فوطه نقيه ومشات للحمام. قضات حاشه طرفات وضات ولبست عبايتها ودارت فولارها، فرشت زريبيتها وقامت صلاة، دعات من قلبها وباحت الله سبحانه بكل ما كتحس. سلمات ونضت رتبات اللي خاصو يترتب، شعر جمعات وخلات خزرة صحابتين، ورطبات شفيفة ويديها ورجليها كذلك، ورشات ريحتها وبيجامتها نقية من غير هذيك اللي باتت فيها. وحيت اليوم الحد عطلة عندها وعند ماماها اللي ما كتخدمش هاد النهار. خرجت من بيت هنيشة للمطبخ فين لقاتها جالسة كتصاوب الغدا. دخلت على ابتسامة عريضة باسة ولقاتها كتضحك معاها وجلست جنبها. حليمة إوا كي صبحتي شوية عرفتك غتكوني عيانة مع الصهير دالبارح، داكشي علاش خليتك ناعسة مرتاحة ما فيقتكش. فقت مزيان الحمد لله. تفطري دابا ولا تسنيتي تدخل اختك ونتغداو نيشان؟ نشرب غير كاس ديال الرايب تا وكانت شي سميرة، حيت إلا كلت بزاف ما نتغداش وأنا باغا نجمع. حليمة إوا داكشي نيت. حلت الثلاجه جبدت قرعه الريب المنزلي واللي كتقنو ماماها، عمرت لها كاس ورجعت جلست بلاصتها كتشرب وكتجمع مع حليمه اللي بدات كتسول على العرس كي داز. بدات كتوصف ليها شي حوايج وكتحاول ما امكن تبان ثابته وطبيعيه قدام الناس اللي كتبغي، واخا تكون واصله لك اللطم خاصك تبان طبيعي وما تبين لهم والو. اولا باش ما تشطنهمش، وثانيا باش ما يحكروش عليك بالاسئله ويوركو على الجرح. مرتحت حتى سمعت صوت الباب وطارت لي حلات، وخدات ولد اختها تعنق وتبوس فيه، وخلات سميره داخله تصوت كيعاتها وتدمر من الدروج اللي سخفوها. تغداو بثلاثه وجمعوا ديك الروينه عاد جلسوا حدا بعضهم كيدويو، وهنا جات الفرصه فين حليمه
أعجب الموضوع مع حالا بحضور خسارة كبيرة ليس هي خاصة رأيها كيف ولفاتهم ديما أي موضوع كيف ما كان نوعه كيقولوا قدام بعضهم كل وحدة كتناقش فيه. حليمة بغيت ندوي معاكم في شي حاجة وهذا الشي متعلق بك حنان يا بنتي. حنان عقدت حجمانة، اش الموضوع اللي قلتي لي البارح بغيتيني فيه؟ سميرة اش من الموضوع؟ حليمة هي هذاك نيت، ودابا ملي اختك كاينة خاصها هي تسمع وتعطي رأيها. المهم بنيتي خالتك ليا خد داك النهار فاش جات عندنا بدات معايا الهضرة وقلت ليها نتشاور معاك ورد عليها حيت هادشي كيخصك انتي، طلباتك مني لولدها الكبير. قالت كلامها خلات حالا مذهولة من اللي سمعاته، وكذلك سميرة اللي دايرة في بالها منصف اللي غيجي يخطبها مازال ما فراسها شنو دار. عقدت حجمانة وشافت فخسها بنظرة ذا سمعنا فهمات الخر بسرعة، خرجت نهيدة من أعماقها كأنها كتقول لها ما فراسك ما يتعاود يا أختي، وبقات ساكتة ما هدراتش. وحليمة كتسنى في جوابها، حتى سميرة ما قالت والو كتسنى أختها تدوي وتقول المهم بلي كاين سيد آخر باغيها وناوي يجي يخطبها. طال سكوتهم ودوات حليمة، شوف بنيتي انا قلت لك هادشي والرأي راه كيبقى ديالك انت، انا من الفرحة تالي نشوفك عروسة ونفرح بيك بحال اختك ونعطيك الراجل بيدي ونصي عليك ويكونوا الناس بحال راجل اختك تماما اللي عمري شفت منه شي عيب من نهار خداها وما الله فيها. ويونس راه كبر قدامي ومصاحبتي وعشرة طويلة وعارفها مزيان كي دايره، واي يوم راه كتمنى حمات بحالها لبنتها الله يعمر لها الدار بقلب كبير والبيض ديرك بحال بنتها وكثر. قلت الله فيك وما تلقيش مع المشكل، وحتى بنتها راك شتيها وتعرفتي عليها تبارك الله التربيه والاخلاق والطيبوبه شبه ما بقى غير يونس اللي ما عرفتي تفكري مزيانه بنيتي اخا، وما تجاوبي حتى تهضري معاه هو تشوفي مباشره وتجلسي معاه وتهضروا ديك الساعه حكمي الله يرضي عليك. اش قلتي هي راه كتسنى على الجمر جوابك وعجبتيها من اول مره شافتك فيها وما كرهاش تقولي اه وتجي تشري. خلاتها حتى كملات هضرتها مع ما بقات كتشوف فيها ما اهتمتش بها بزاف حيت رايها محسوم، ولكن الحماس اللي دوز به ماما ما بغاش ترفض ديك الساعه وتقمعها خاصه انها عزيزه عليها بزاف والحاجه اللي تقلقها ما كديرهاش، لذلك فكرات ولقات الحل وقات. واخا ماما انا غنفكر ونرد عليك ونتمنى تقبلي جوابي كيف ما كان. واخا حليمه هي واخا بنيتي غير انتي ما تزربيش في قرارك ولا خليتي تشفتي يكون حسن، باش هكا ما تحكميش عليه وانت مازال ما عرفتي وربي يقدم لي فيه الخير ان شاء الله. دار شاف السخته اللي مخرجه فيها عينيها غمزاتها بمعنى حسن من بعد، وبقاو جالسين وحيت من عاد حليمه غير تغدى وتكا شويه تصنط لعدامها ترحات فوق الدار حداهم غير شافها غمضت عينها وما يتغامزوا بيناتهم وناضوا جمعوا ديك الوقفه. حنان سبقاتها البيت والخرى دارت لولدها المخادل لا يدور يجي لها وجهه، وسبعات خسها والفضول قتلها صدع عليها من الباب وقلت مربي رجليهم فوق السرير. سميرة ما فهمت والو، واش منيتك كتقول لي نفكر باغا السيدة تبني امل على الخوة؟ علاش ما جيتيهاش من الاخر وعاودتي لها على داك خوة صاحبتك؟ شنو باقي هو كيتسنى؟ علاش دابا ما جاش دق الباب؟ شافت فيها سميرة بصدمة وهي كتسمعها كتعاود على نهار العرس بالتفصيل، سكتات وما لا من حاجة عامدة ما بيناش شنو كتحس. هضرات فيها هادية بكل هدوء وسميرة تبدلوا نظراتها من الدهور الغضب الاحتقار داك الانسان الغدار هو من الناس اللي كتكره في الدنيا، حتى خصو الخبيثة اللي الغيرة والحسد من صاحبتها قدرت تبدل ليها وتنوي لها الشر. وهانتي يا اختي هنا البنت اللي كنا نقولوا عليها الله يعمرها دار ودايرك اختها كي دايرها، انت ودخلناها لدارنا وجلسناها في طبلتنا وكناها ماكلتنا ما كانت فارق معاك، شوفي شنو دايرت بقات ثقة والله لا بنادم ولا يخاف يخ على جنس اوف يخ على جنس قصيف، وداك الرويجي ديال خوها نيت طلع ما يسواش ولد امو حسب لينا راجل الساعة ربي كيبغيك اللي بعدو عليك دابا يجيك سيد سيدو مبقاش فيك الحالة حنان، وزيدون مازال صغيرة الدادة باغي في قرايتك والزواج راه ما يهربش. حنان بقى فيا لا حل لا والو اختي عادي والله كي قلتي ربي بينو على حقيقته هو اختو ونجاني منهم وهذا هو المهم عندي. بالنسبة لموضوع الزواج انا حيدته من بالي كي قلتي نديها في اللي ينفعني. سميرة هي بصح وشنو غديري مع ماما؟ ديك الساعة قولي لها لا وخرجي من باب واسع وديك السيدة ما تبقاش تسنى. انتي عارفة اني ما كان بغي نقمع حد، ماما شفتها متحمسة ما بغيتش نصدمها بالرفض ديالي قلت نشد شوية الوقت ونقول لها اش كاين بطريقة اللي ما تخليهاش تقلق ولقى عذر مقبول. ديك المرأة انتي شتا كيف كتعامل وباينة فيها الله يعمرها دار، بغيت علاقتها مع ماما تبقى كي هي وما يوقعش بيناتهم شي مشكلة بسببي انا، حتى لا تلاقينا نتصرفوا عادي مع بعضنا
سميرة بسعيد عندك الحق، انا كاع ما فكرت في هذا الشيء. تبارك الله عليك صغيره ولكن عقلك كبير كي ديما، كتفكر قبل ما دير اي حاجه وكتضربي الحساب لكل شيء. قلبك زوين حبيبتي وربي عمرو يخيبك، سمعتي؟ واخا كتأذي بسبب نيتك وطيبتك ولكن ديما وكلي امرك الله وين تسرك عمرك تبدلي هكا بقاي. ضروري اختي كل واحد ربي يخلصه. سميرة امين. سمعت صوت ولدها كيبكي مطير عنده، خلات حنان جالسة بلاصتها ساهية قدامها. احترم التليفون وهي تهزو، لقات صاحبتها سلوى الصديقة اللي صدقات ليها أحسن من أي واحد عرفاته سنين وسنين. وقفت معاها ونصحاتها ومدت لها يد العون بلا مقابل، دارت لي ما يقدر يديرو تا واحد قريب. هنا فهمت أن الناس ماشي كلهم بحال بحال، كاين الخيب وكاين الزين، وسلوى أفضل مثال. كيف الحياة بعدت على وحدة ما تسواش، هدات إنسانة رائعة اللي واقفة معها ومساندها. سلوى تانا الحمد لله، وخا راسي بقي كيضرني حيت مولفاش بالسر ولكن هانية تنتهتي. شنو كديري حنان؟ والو غير جالسة، عاد تغدينا ودخلت لبيتي كنت كنهضر معاك في الواتساب شي حاجة. سلوى ايه مرحبا، باش ناخدو راحتنا اكثر، دخلي الواتساب ونديرو ابل فيديو اش بالك. تانا نهضر داكشي اللي داير. دخلت الواتساب وصلت لها فيديو جاوبتها في البلاصة. كانت سلوى مسكية وطارقة شعراتها وجهها مازال في أهدار الميكاب. سلوى يلا عاودي ليا حنان. جاوني الخطاب، أواه يا لالا ويا لالا حنان والله عاد دوات معايا ماما ديك صاحبتها اللي كنت قلت ليك جات خدات عندنا هي وبنتها بغاتني لولتها. وكي داير هاد ولدها؟ وشكون عارف؟ عمري شفتو سميتو ما كنعرفها. سلوى وداكشي زمان ما عرفتي يدخل عليك؟ وشكون قال لك غندخل نخليه يدخل عليا؟ شنو زعما عرفتي؟ عرفتي بيني وبينك وبين راسي رافضه. قلت لماما بالعاني تعطيني شويه الوقت نفكر، بين ما لقيت شي عذر مناسب اللي ما يضيعش علاقتها بصاحبتها. فهمتيني وحبيبتي؟ فهمتك، ولكن ما كيبانش لي غتلقاي هذا العذر المناسب، خاصة انك قلتي ما عمرك شفتي ولا عرفتي، اذا شنو غتقولي؟ وهانتي درتي سبب القراية، ممكن تكون ديك صاحبة ماماك لصقة وقال لك شنو ما شنو، ولدي قابل بك تقرا يقدر كاع يتسناك تتكملي، ولا بغيتي تخدمي غيخليك. هاد الهضره هي اللي ولات دابا، وخاصة الا كان باغيك تهوى وغيدير الخطر لموراه يدير كلشي ويجيبك غير بالسياسة. حنان كتشوف فيها وتسمع لها بحيرة. شنو في نظرك غندير؟ اقترحي عليا شي حل نخرج به الشوكة بلادم. واش وصلنا لشي دم يا اختي؟ ما حنا على فارق. عرفتي شنو غديري حنان؟ انتي غتشوفي هاد السيد سمعتي وديك الساعة تحكمي، ما تعرفي يعجبك ويكون ربي بغا يعوضك خير من داك اللي ما يتسمى. سلوى والله الا معاك في الصحة صاحبتي، ما تسرعيش، انتي شنو غتخسري؟ والو غتلاقي معاه عادي جدا وتدوي وتشوفي كي داير وكيفاش كيفكر، وديك الساعه الا ما عجبكش قوليها لماماك عادي. حالها بتفكير زعما توقفات سياره سوداء قدام المطعم الممتلئ بالناس برا والداخل، عامر على العائلات لي كوبل اللي جالس بوحدو ما تلقاش في بلاصه، كل واحد وشنو واخد وشنو حاط قدامه، ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك وشنو ما تشهيتي تلقاه عنده. يا البلدي العصري الوجبات السريعه هما الكثار، والناس جالسين في الباب في سياراتهم كيتسناو الامبورتي ديالهم. في يوم اللي جاي من الخدمه عيان ما فيه اللي يطيب ولا يعجن كيدوز نيشان ياخذ شنو بغا ويمشي للدار وياكل، ولا يضرب نصو في الطريق وقوه الريحه الشهيه اللي كتنبعث من داك الاكل شي اللي خلى عنده شعبيه كبيره. ما كاينش في المدينه اللي ما ضاقش منه لدرجه ولاو كيريزيرفي وخوفا يمشيو على غفله وما يلقاو فين يجلسوا، زياده على تعامل العمال مع الزملاء ديالهم والاثمنه المناسبه اللي دايرين. الجوده كل شيء موجود، واللي حليتي عليها فمك كتلقاها، بالاضافه للموقع اللي كاين فيه المطعم كيشهي يجلس فيه الواحد. ثلاثه طبقات وزيد على السطح هو الاخر واللي كيكون عامر اغلبيه في الليالي الصيفيه، وداك الغربي اللي كيخلي الواحد كيستمتع بالجلسه تما والديكورات اللي كتحل النفس. نزل منها ونضارات في عينيه انتك كيعاتو وزيد نغزة، وكيفاش ما يتنقش هو مول الشي وخاص يبان في ابهى حله قدام الزبناء ديالو. تمشى ناحيه المطعم بخطوه واثقه، تليفون صورت في اليد وليد الخلع حيد بين النظارات ودخل بابتسامته المحروسة كيحيي الزملاء اللي جالسين كياكلوا
واللي شافوه بداو كيحيوه، حتى هو ما حتى هو كيدير اشاره على الماكولات الشهيه اللذيذه، الشيء اللي كيزيد يفرحه ويرضيه على مجهوده والعمال اللي عنده. العمال اللي شافوه حتى هما فرحوا، بداو كيضحكوا معاه وكيتماسحوا كانه صديق او اخ ماشي صاحب المحل. هكا ولفهم تما كلهم سواسيه، وبحالهم كيعتبرهم شركاء ديالو في المشروع، ماشي غير خدام عنده صافي، لا الطباخه لا السربايه لا الناس التوصيل، حتى الناس الميناج كيحترمهم وعمرو عاملهم معامله ناقصه او بدونيه، بالعكس فيما كيطلع عليهم ضروري كيشجعهم وكيعطيهم الطاقه الايجابيه باش يزيدوا يتقدموا ويبدعوا في خدمتهم. هادشي كينعكس بالايجاب على سيروره العمل ونجاح المشروع وشهره المطعم. قف القنت المطعم اللي كيقدر منه يشوف كل شيء، كيدور في عينيه كيشوف الخدمه كي غاديه، الملامح دوشو كدل على رضاه التام. دخل المطبخ الكبير واللي مجموعين فيه الطباخين رجال ونساء، البلاصه الوحيده اللي فيها العيالات هي المطبخ، ما كيبانوش مره بصفه نهائيه. شاف كيفاش غاديين ودع معهم بالتوفيق وخرج منه نيشان المكسب اللي كاين في واحد الدخله تما بعيد على الطباليد الناس والهرج القنت. دخل لصدوره كان مكتب متوسط ولكن راقي بحال مولاه، مرتب ونقي، فيه مكتب عليه ورقه فين كيخدم، وراه مكتبه صغيره العشق والقراءة فين كيلقى راحته اكثر. وكان ابي في القنت ونافذه كطلع على الشارع واللي كانت مغطيه بالريدو. حيد لافيس ديالو وجلس فوق الكرسي وفتح الباسي وبدا خدمته. وقت قصير وتحل باب المكتب ومن الحله ديال الباب عرف شكون جاي عنده، وهذيك طريقته في الدخول اللي ما يقدر حتى حد يديرها من غيره، صديق عمرو ويدو اليمنى ومساعده الاول في كل شيء ابراهيم. روحت السلام عليكم يونس، عيني على الحاسوب. وعليكم السلام. جلس ابراهيم قدامه داير على الرجل. تعطلتي اليوم ماشي من عادتك، اول مره نسبقك انا لهنا. رجع ظهره للنور مريح على الكرسي وخرجت نهيضه من اعماقه، ويده مسرحه فوق البيروشات السيلو كيدورو من صباعه وعيني مركزين عليه. ابراهيم ويعقد حجبانه، اش كاين تم يونس؟ تعطلت في الدار مع الوالده. مالها هيك لاباس؟ ونفس الموضوع صاحبي. ابراهيم الزواج ياك؟ ايوا تزوج صاحبي، مالك اش خاسر؟ كون غير كانت انا الوالد بحاله وتصدعني باش نتزوج. يونس ايه واش كتسنى؟ تزوج انت الاول وتشوف ليا مع شي اختها ولا صاحبتها. والمهم حالف تبقى لاصقني السلام. ابراهيم واه بحال هكاك، وراك وراك سلموت. ما علينا، خلينا في موضوعك انت والحاجة، عاود ليا من جديد جايبه لك هاد المره. وشي بنت صاحب سما شافتها شحال هذا، ونهار تلقات عجبات البنت وشدوات فيها بلا خبارينا، حتى اليوم عاد قالت لي شنو ما شنو، غدا خرج مع البنت ودوين تويا وتفاهموا. ابراهيم وجرب حدك صاحبي وخرج وشوف الدريه، ما تعرف تكون شي قوقه وتعجبك داك شي تواركه، فكر هكا وتلقى في يد الله وسير سير تلقاه. يونس ودي اللي ما عنده عقل هو اللي جالس يعاود لك نوض نوض وتشوف لك بيد الدار. والله صاحبي الا دابا معاك بصح دير الحاجه خطره وزيد وراك شرفتي. يونس صافي خلي الحاجه في الدار كنجي لهنا نلقاك حاجه اخرى، سير سير. ابراهيم ومصياني عليك، هي غدا بلا ما نعولوا عليك هنا تجي، حتى غير الساعه واني قدامك بلا ما تفرح، غدا جايه السلعه خاص نوقف عليهم بيدي. ابراهيم غير المهم الا عجبتك الجلسه وما سخيتيش دير بالك كاين خوك ابراهيم في الدم معول عليه، انا نخدم بلاصتك ما تهش الهم، غير كون لينا على خاطرك يا مولاي السلطان. وقف ابراهيم ايوا نمشي نوجد الكومبلي اللي غنلبس، خرج طاير من الفيروس دورها الباب اللي تقلقب واحد الديكور شير به يونس وما جاش فيه. هذا مخدة في يدها وتبعها في البيت حالفها فيها وسلوها هارب منه كضحك. رونو داك البيت وقلبه سفعل عليه، عيات بالجرة وجلست فوق السرير كتنهج، والمخدة في حجرة حاطة على مرفقة وعينيها كي القرطاس على سلوى اللي لصقات قند البيت حدا الباب باش غير تشوف رايدة وتهرب برا. حالا ما تبقاش فيك غير بلاتي، سلوى كتموت بالضحك. وسيمانة اش درت لك صاحبتي؟ ويلي صاحبتك وانا هادي فعلات صحاب اللي درتي معايا اليوم، هادشي غير خصيتك ما تفرق عليا. واش انتي شوية لاباس؟ شغل نجلس ندير معاكم؟ انتي خارجة باش تعرفي على السيد ويتعرف عليك، وانا ما محلي من الاعراب فهمت راسي ونت بحالي، هادي هي شكرا في بلادكم. بدات كتعيبة وقالت لك ما بغيتش اللي شافك قبيلة كيفاش كضحكي انتي وياه وتعاودو، ما يقولش هادي حنان اللي شحفاتني دوك اليومين غير باش نقلعها تخرج. حنان خرجت في عينها شكتخربقي. سلوى هزات كتافة ومالي كدبت عليكم. شوفي بغيتك تعاودي ليا كل شيء مني مشيت سال فاش رجعت عندكم، ما تنساي والو. حنان عطاتها الصبع
هاك الا عاودت لك شي حاجه ديك الساعه جلسي وغتسمعي بوديناتك يخليك دابا ضرك راسك. يلا سلوى كتصنع الحصن ياك ما نبقاش فيك صحيبتك انا. ايوا صافي عاود ليا والله حتى غتشكريني من بعد على قبيله كون ما رضتش انا في حالي ما كنتوش زعما على بعضكم. والله راه درت فيكم خير كبير. ايوا صافي عاود ليا عافاك حنونه فاس كتلف فيها وتصبل في عويناتها وحنين كتشوف فيها وحابسه الضحكه بزز الاخر وتنهدات وطوطبات جنبها فوق السرير. في لحظه دغيا طارت الاخرى وجلست حداها دايره رجل على رجل وكتتزربها باش تخوي لها المزيوده وتحالا ما كانش من العاكسين دغيا عودت لها من طق طق السلام عليكم. وسلوى كتصنت لها باهتمام ومره مره كتنهد كترسم ابتسامه لها على شفايفها تقول هي اللي عايشه كل شيء. كانت تلاقاتهم بعد ما اصروا عليها انها تلاقى ولكن دات مع صاحبتها لانها ما تقدرش تلاقى بشي انسان ما كتعرفوش وما غادي تستعن اصلا ما كانتش دايره بالها باللي غيعجبها دايره غير لهم الخاطر زعما ودايره داك الواجب اللي خصها دير. تلقاهم بعد تلقى لهم مبرر باش ترفضوا ولكن ما ان شافته حتى اول حاجه ردت ليها البال هي ديك الوسامه ديالو الزائده ثقته بنفسه الشكل ديالو ديك الفخامه اللي كيبان عليها الكاريزما كل شيء فيه كيبهر. وحتى هو ما ان شافه حتى عيني بداو كيخرجوا منه من القلوبه ودغيا سبحان مبدل الاحوال هو اللي ما كانش باغي الزواج وسيختو ما باغيش بهذه الطريقه تبدلت ديك النظره ديالو ما ان شافه وهضر معاها ما ان شاف دوك الملامح ديالها البريئه ديك النظره ديالها ابتسامتها كل شيء تبدل عنده بحال قلوبهم دقوا لبعضهم من اول نظره. سلوى يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا يخ منو عيني فيه فراسك واحد الحاجه قول عليك ولكن ما تعصبش عليا وما تقلبيش وصافي الحقيقه والله انا ارتحيت لهذا السيد بزاف اكثر من داك الرويجل ديال المصيف هذا باين فيه معقول وعنده غير نيشان ومن عيني وكيفاش بقى كيشوف فيك فاش وقفنا عليك عرفت بلي عجبتي وهذا الشيء اللي زعمتي زعمني النظر خليكم حيت كان باغي يهضر ولكن ما لقاش راحته بوجودي انا فاش رجعت لقيتكم منسجمين فرحت والله وديك اللحظه تمنيت عليك. نهدت حنان ما نكرش انه ضريف ولد الناس ولكن يا سلوى انا قلبي سديت وما فيش لي حلو دابا ما مستعداش. سلوى اعطي فرصه لراسك وليا الزبله علاش تسدي قلبك على ود واحد ما يسواش واحد اللي عايش دابا حياته بخير هو مراته انتي ما على بالوش تي نوضي نوضي بديت توقفي حياتك سطيتي ولا جا نصيبك سال عندك وترديه ربعت رجليها. شوفي انا ما قلتش لك دغيا دغيا ضرب لك حرف البيض ولكن ثاني ما تسديش الباب على رزقك وما تسرعيش ندمي والله ثقي بيا انتي دابا ديرو فتره تعارف ياك زيدي تعرفي عليه اكثر ومنها تنسي داكشي اللي فات حيت والله ما يستاهل تبقاي تفكري فيه ودابا زيدون هادشي دوينه فيه بركه هيك وعدتيني صافي نسيتي داكشي. حنان لا ما نسيتش واو يا بيني ليا ولا انتي فيك غير الهضره. مهم انا قلت لك كنتي دوريها في راسك مزيان ووقفات يلا انا خاصني نمشي دابا تعطلت على الدار ولا صون عليك سيبي سلمي لي علي. حنان دغيا رجعتي نسيبك ايه ومالو راه نسيبي هذاك صلي ليا فيه وما تقلقيش ليا باش ما نتقلقش عليك سمعتي وبيني وبينك اختي سعداتك دبرتي على الزين والطبوكيصه اجي واش ما عندوش شي خوت شوفني معاه حميميقه لا حبي عنده غير اخت واحده صغيره. سلمى يا اختي عارفه ما عندي سهر يو في العرس ندبر على راسي ما تعرفي تلقى مع شي بوغوس بحالو صاحبو ولا ولد عمو ايوا يلا تشاو بيبي. ارسلت لها قبله في الهواء وطارت مقدمه خلات حنان جالسه بلاصه دايره يدها على غدها وهلا سات كتفكر في الخرجة. وصل وقت العشاء وعيطت لها ماماها وجلسات حتى هي معها كتحاول تجبد منها الهضرة بقات كتشكرو ليها وتعود ليها علي وتحاول تحببها فيه وحنان كتصنت لها مرة مرة كتقفز صورته قدام عينها غير دخلت البيت وحطت راسها على المخدة باش تنعس هو يوصلها ميساج من رقم غريب ما مسجلش عندها دخلت ليه وقلبها بدا كيضرب بجهد وهي كتقراه كان ميساج منه نتمنى تكوني ارتاحيتي شويه. ضحكات وهي كتقراه بلا لا يطريه ليها فاش عرفاتو بدات كتكتب ليه حتى هي وبلا ما يحسو بقاو راسهم دوزو ساعات طوال في الميساجات ودخلوا الواتساب كملوا الهضره في الاوديوهات. دخل المكتب ديالو هاز تليفون في يدو كيشوف فيه وابتسامه مرسومه على محياه واليد الاخرى فيها سوارت وكيلعب بيهم. جلس في كرسي ورجع ظهره للور وعينيه ما فارقات شاشه الهاتف
أصابعه كينقر عليه دليل على كتابة رسالة. غافل على زوج العيون اللي مراقبينه من يدخل بدهشة وتعجب. موالف فاش لي يدخل بهذا النشاط الحيوية والضحكة؟ موالف كيدخل خدمته عادي، يحيي العمال، الزبائن بوجه خالي من المشاعر، ما كتعرف ولا واش فرحان ولا طالع ليه الدم. ولكن اليوم على غير هذا مشاعره مفروشة، وأي واحد يتوقع نفس الحاجة. وأن السيد غرق سلودني في الحب، جلس إبراهيم قبالته درجل لرجل، مريح ظهره على الكرسي ويدو على طرف المكتب وصبعه في شفايفه، مراقب صاحبه كيتسناه ينتبه ليه. ماشي في هاد العالم حنحن بالجد، هو السيد ما راهش هنا. حتى بدا كينقرب أصابعه على المكتب، عاد سيون سهز في عيني عقد حجبانه باستغراب. إبراهيم هو غرقتي يا وليدي؟ ما فهمتش. ونفهموك على ما ان الشمعنا قاع هي الصنارة شدات. يغمزو يونس ابراهيم، دويني شنو نط قبل شغلك خليني مساليش. يا سيدي بقيتي مسالي لينا، هادشي غير مازال ما درتي والو سيدي. قول مبروك ولا باقي شويه؟ يونس فهمو فضل يرابغ في الكلام. اش درتي في السلعه البارح؟ دير لي من نداز سيدي، غير كون يعني سلعه وصلات في الحفظ والصون، قديت المسائل كلها بحال كتي. واخا بقينا كنتسناوك على اساس نص ساعه وراجع، صدقتي مغيب نهار على قد ما جيت بغينا تسدو. يونس ما طلع ما طلقاتنيش الوقت وصافي. ابراهيم كيشوف فيه بالطنز، قول ما طلقكش الزين. يونس يحمر فيه، نوض نوض قبل شغلك وسيدي، ما عندي شغل دابا من غيرك، عاود ليا كي داز داكشي وباش وخرتوها. واه الا مسالي راسك انا ما مساليش. قال ابراهيم، اي ما قلتش عيب، نخليك تخدم على ولادك، انا عارض على راسي اليوم الغدا عند الحاجه هي تعاود لي اخر الاخبار، يلا تقاشوا. ما جاوبوش، رجع للتليفون مره اخرى، ضر صبعه بالكتبه وصنع على هذيك الساعه جاوباته بصوت رقيق ناعم، زعزع كسر ما هو مزعزع. حنان، الو يونس، ناويه تصفي ليا؟ ما فيهاش. ما فهمش، في جده عاد خرج من المعهد ورجع للدار انا وسلوى. سلمي لها. مبلغ حتى هي كتسلم عليك، شنو درنا في داكشي اللي قلت لك؟ حنان بقات ساكته. حنان، نعم. مرتاحه تدوي دابا ولا نخليوها تتوصلي؟ لا لا عادي. ما جاوبتينيش، مازال الحال شويه. السفر يونس مشات وجات عليا اليوم قبل غدا، كي قلت لك البارح نكمل قرايتي بعدا ويكون خير. يونس وانا ما حابسكش، وقرايتك غتكملها واللي بغيتيها ديريها، غير تكوني حدايا. حنان بخجل، يونس يونس بويا عيون يونس. انا وصلت لحد الدار دابا نقطع حتى من بعد ونهضروا. نهاد يونس، واخا لا لا يلاه تهلاي في راسك. قطع معاه وكيفكر كيفاش يزيد يقرب منها ويخليها توافق على طلبه ويسرع بالخطوبة كأول خطوة رسمية في علاقتهم. من أول ما شافها بغا تكون مراته، وبغا يخطبها بعدها ويضمن أنها غتبقى حدا حسن ما تطير من يدي. وداكشي اللي قالوا لها مباشرة في الأخر ديال الجلسة ديالهم، بلا خصهم يسرعوا الخطوبة ديالهم في أقرب وقت، وبلا غيدا يخليها دير أي حاجة بغاتها، تكمل قرايتها، تخدم، تساعديها، وأنها في أي حاجة بغاتها يوفر لها أي حاجة كتمناها. وكان بغي غير يقرب منها أكثر وأكثر. هي يخمم وقرر يساعد مامو، هي اللي غتعرف شغلها، ما عندها خيار من غير يصارحها برغبته الملحة بحنان، ويتكلف كيتكلفات في الأول، ولقاتهم بزوج. ورجع لخدمتو باش يكمل بسرعة ويرجع بكري للدار يدير جليسة مع الحاجة. أما عند حنان اللي ولات كتسمع سميتو في الدخلة والخرجة، مها وختها وصاحبتها دايرة من على النوبة طيارة، كل شوية جاي لها وحدة حالفين يربطوها بيه بأي طريقة. وتهيا ما تنكرش أنها كتحس بالراحة معاه، خاصة مع تواصل الاتصالات بيناتهم كل نهار كل ساعة، وزاد تعرفات عليه شحال من حاجة في حياته وفي شخصيته. حتى هو كيعاود لها كل شيء، تما الروتين ديالو كيعاود لها في الليل، وضروري مكالمات ورسائل ما يخلوش من عبارات وإيحاءات على إعجابه بها، الشيء اللي كيحرك إحساسها كيرضيها كأنثى محتاجة للإهتمام. نساها في الكابوس اللي عاشته، لدرجة ما بقاتش عاقلة على شي إنسان اسمه منصف داس في حياتها. قبل من يونس كانت غير كتختلي بنفسه وكتبدا تفكر فيه، كيفاش جرحها وصورته هو ومراته في العرس، ما كتفارقش بالها. ولكن دابا يونس شغل حيز كبير في تفكيرها، ملي كتفيق حتى فاش كتبغي تنعس ما مخليش لها مجال فين تفكر في شي حاجه اخرى من غيره، وهذا الشيء خالعها بزاف. كيف تتعلق بيه واللي سراب، وهذا التخوف هو اللي مخليها كتاجل الكلام في موضوعها وتتحجج بقرايتها، وهذا الشيء ما دامش بزاف، خاصه فاش حطها امام الامر الواقع. وفجأة بعيد ميلادها اللي داروا لها في المطعم عنده وجهزوا
وكل نفس الوقت عرضها لأصدقائهم وداروها لها مفاجأة عجباتها بزاف، والأكثر أنه طلب يدها للزواج بطريقة رومانسية، وديها الأفلام قدامهم كاملين، شي اللي خلاها كتصدم وكتساق وكيتخلطوا عليها المشاعر، وهي كتسمع تشجيعات صحابها وعائلتها وتصفيقاتهم باش توافق، وبدون ما تشعر قط راسها مادة ليدها باش يركب لها الخاتم، وعوينتها مدمعين من الفرحة هو أكثر منها. لبسوا لها وقفوا مزير يدي عنده وضغط على نفسه باش ما يتهورش ويعنقها قدامهم كاملين. كيتمشاو جنب الحر وهما مشادين باليدين، قلبها كيضرب بالشهد والدنيا ما سايعاش بالفرحة هو أكثر منها. مرة كينزل عينه لعندها يشوفها كأنه كيتأكد أنها معاه ويدها في يده، واللحظة اللي عايشين هي حقيقية ماشي خيال أو حلم من أحلامه غيفيق منه. زير اللي على يده تهزات فيه راسها، كتشوف فيه بعين براقة قبل معاد الحب اللي زارتها من جديد، الحب الحقيقي اللي عرفاته غير معاه هو. أما الباقي كان غير أوهام وخرافات فقمت منهم على واقع جميل. ابتسمت ليه، هبطت عينها بخجل من النظرات واللي كيتفحصوها كيبحثوا لها شرارات العشق اللي كيحسوا ناحيتها. سنة مرت على علاقته، بين لها فيها شحال حاجة، شحال هو ولد الناس، شحال كيبغيها وكيموت عليها. سنة دار كل ما في جهده باش يخليها فرحانة معاه، وخلاها تطيح في حبه بلا لا يطريه ليها وتغرق فيه سل ودنين. ما ينكرش أنه كان بغي أكثر، بغيها مراته، بغيها جنبه لمدى الحياة، ولكن مبغاش يبزز عليها ويضغط عليها هو. ما صدق ولا تبادل نفس الشعور، احترم رغبتها في أنها تاخد إجازتها في التمرين عادي تزوجه، وداكشي اللي كان هذا كان آخر عام عندها، درس فيه كل ما بجهدها وتهوى سندها وعونها. وهذا هو الحب الحقيقي، هو أنه اللي كيبغيك يوقف معاك ويشجعك ويشد في يديك ويدفعك للأمام، ما يطلقش منك ولا ينقص منك، بالعكس كيزيد قوة وعزيمة وإرادة تحقيق أحلامك وأهدافك، وهو يكون فخور بك دائما. وهذا هو يونس، الشخص اللي فتحت ليه قلبها وندمتش، كتشكر سلوى دائما وأبدا إنها حلت لها عينها ومصحاتها وقرباتهم من بعضياتهم. سلوى خير مثال على الصداقة الحقيقية والأخوة. سالت البحث ديالها في المناقشة، وفي انتظار يخرجوا نقاط الامتحانات الأخيرة، قرر يدوز مع نهارها وينسيها تعب الامتحانات والصغير والحفاظة والبحث باش تكون متميزة وتجيب نقاط مشرفة. فهي رحبت بالفكرة وعجباتها، وعلاش لي ما تعجبهاش، وهي يوم السعد والمنى عندها هو اليوم اللي كيكونوا فيه غير هما بزوج راس في الراس، باش كتكون هكا كتحسو قريب ليها، كيغرقها بداك الكأس ديال العبارات ديال العشق والهيام، وقفوا قدام البحر الهادي كيستمتعوا بمنظر البهيل لونه الأزرق الفاتح النقي الصافي. حاط كتافه وتهي دورات يدها على خصره مع النقاه، ومتكية راسها على صدره كتسمع دقات قلبه الصاخبة، كل دقة كتنادي فقط باسمها كيف كيقول لها دائما. غمضت عينها ابتسامة حالمة عاطية لذاك الريح الخفيف يلعب بشعرها، كيتغلغ الفروحة اللي جانب ريحته الجذابة اللي كتعمقها. بقاو مدة على ديك الوضع قبل ما يقاطع لحظتهم. من صغيرة حاسة في يدها ورد كتبيعو، قفت عليهم بوجه بشوش، هي كتشوف فيهم فرحة ولهفة وكتدعي في خاطر يشري من عندها، شري لحبيبتك الغزالة وريضة. شاف حالا ابتسم ورجع لدارته لديك البنت، واليد الأخرى خشاها في جيبو كيجبد مصطامو، والبنت قرر بطر من الفرحة. يونس عطاهم ليها كاملين، بس كتنقز حداهم بسعادة، ومدات ليه الورد كله، عطاها الفلوس ووفى ليها من الفوق، مشات وهي كدعي معاهم بالفرحة والسعادة ودوام المحبة. خدا الورد وعطا لحنان اللي شداتو وهي فرحانة بيه، الورد الأجمل ورق وردة في حياتي. شكرا شكرا شكرا، هكا حرفيا عنقيتو، كنبغيك بزاف الله يخليك ليا يا ربي. بدلها يونس العناق، وانا كنموت عليك، فك الجوع نمشيو نتغداو، كنعرف واحد المطعم قريب كيدير الحوت زوين غيعجبك. واخا يلا، شابك انت مع يدو وتمشى هو يا المطعم، واللي ما كانش بعيد بزاف. خداو طاوله وجلسوا كيتسناو في الشوايه توصلهم، وحالا مازال معلقه الورد بيد واليد الاخرى وسط يدو فوق الطبله، كيتحسس بابهام وعينيه ما فارقوش الحوريه اللي قبالته اللي قريب غتسطيه. تحط ليهم الغداء، وحيت عارفه ما كتعرفش تنقيه كينقي لها ويحط لي حط لها قدامها. مره يوكلها بيدو، هي ما قدها فرحه، غرقها باهتمامه وسيطر عليها وعلى تفكيرها وعلى قلبها. حبيبة دابا صافي ساليت القراية، إذا بقى لينا علاش نتسنى ولا انتي مبغاش تكوني معايا؟ حنان بالعكس كنحلم من نهار اللي جمعنا بزوج تحت سقف واحد.
يوز كيشوف فيه بسعادة يعني. وقت ما بغيتي نتزوجو انا موافقة موجودة. يوز قرب منها تبعقو بالعلاج بينها ومسلا للصبر حدود غير رجعوني شلعتون. شفتت كضحك شاركها الضحك غير كملوا نضو تسارة وشوية في ديك المدينة وخدا لها هدايا كيف كل مرة كيخرجوا فيها بزوج. مع مرة رجعت لدارهم يديها خاويين غير وصلت العشية وشدوا طريق العودة يتسايق بيها ويتانية شد فيها ما قدرش يطلق منها. توقفوا شوية في محطة الاستراحة يدير البنزين هبط الزجاج وتكلم مع السيد اللي سما باش يدير ليه البلان. وحالا شادة تليفونها كتلعب بيه وغير سال السيد ودار مع يونس هي تسمع الصوت ودارت للزاج وهي تصدم من شافته هو مشى حمول حمول لابس لباس مخصص للعاملين في محطة الوقود والله ضعيف بزاف حالته ما بقاش موصف اللي كانت كتعرف. اما هو غير تحضر باش يشد الفلوس وتصعق فاش لمحها كأن الزمان توقف به ديك اللحظة. يا ريت كانت حياة أخرى لا فراق فيها ينهشنا ولا نتذوق فيها مرارة خيبة الأمل والخذلان. شفت فيه المدة قصيرة قدرت أنها تسكاني من راسو لرجلي وتلمح داك التغيير الكبير اللي وقع عليه. استغرب بس من حالته كيفاش خدام هنا تساؤلات دغيا نفضاتو من عقلها وهي كدور راسها للجهة التانية مبغاتش تبقى تحقق فيه وحال عيني على وسعهم وفمه كذلك مصدوم ومصعوق. مبغاتش يونس يعيق بشي حاجة وهادشي ما يستاهلش انه يضيع فيه نهارهم ويكسر فرحتهم. حل التليفون بقات كتلعب فيه متجاهله وجوده كانها عمرها عرفته ولا تلقاته. اما منصف حس بقلبه وتقسم على زوج فاش شافها ورجع ليه الالم اللي ما فارقوش من نهار تخلى عليه وتزوج واحده اخرى. ندم حتى ندم الشيب اللي في راسه وصمم انه لو يرجع بيه الزمان لورا عمره يخليها ما يسمعش امه يخرج على حياته بيديه. كره دابا فرحان معاه وعايش فوق السلك ولكن دابا ما تنفع ندامه والبكاء من ورا المية خسارة. وباينة فيها شافت حياتها تاهي مع هاد السيد اللي شك فيه غيكون راجلها بلا غصتو بصعوبة وانتبه ليونس اللي مازال مدليه الفلوس خداهم من عنده بخيزي حضر راسو للأرض ما قادرش يشوف فيهم مازال وخاصة فاش دار يونس لعنده وخدا يدها وباسة وعنقها لعنده وديمار السيارة مكملين طريقهم هما فرحانين قمت بعيني ولعين حتى غبروا. وبدون شعور نزلت دمعة حارة على خدو سلقات حاسفة في لحيتو الكثيفة بشعتها بصحة وزرته للسما كيناجي الله يخفف عليه الألم اللي في صدره. كمل نهار في الخدمة وعقله غايب غير وصل الوقت اللي كيسالي فيه واللي كيجي فيه السيد اللي كيتناوب معاه دخل بالدل عليه وخرج مدعو ودار أوتو ستوب في الطريق مبغاش يزيد عليه حتى مصاريف المركوب وهما دايزين فيه خاصة مصاريفه الكثيرة واللي كيفكر يشوف خدمة أخرى باش يقدر يوفرهم. وصل للدار في نص الليل على امل يكون كل شي ناس ويدخل غير يرتاح ما باغي يسمع والو ولكن امنيته ما تحققاتش وسمع صداع من باب الدار وعرف ان شي مشكل تاني نايض بين امه ومراته اللي من نهار جابت تسكن معاه وما في صداع وزعما بنت اختها من لحمها ودمها وهي اللي خسرتها ليه كان سمن على العسل قبل الزواج ومن بعد كل شي تقلب ولا يقول كل وحده فيهم بانت على حقيقتها. نهض بعمق ودخل مع الباب كيحيد الشاكيطة ديالو لحق فوق واحد الكرسي كان تما ويلا يمشي للدوش يغسل ويتعرض ليه مو كتغبن وبدات تشكي عليه ومراته غير سمعاتها وخرجت حتى هي من الكوزينه مركبه بنتها في ظهرها وبدات حتى هي تهضر قلبوا ليها الراس تبدا يغوت ويضرب اللي جا قدامه ويهرس قلب ليهم الدار فاعل عليها وغديد وكلهم بردوا في الغوات وجر مراته من شعرها بدا يملخ فيها والبنت تبكي في ظهرها ما تسوقش ليها ومو كتشوف فيه بعيد قدرش ندخل وانا نقول بغاسة في عروسة وجالسة تشفى فيها جابها دودة في الأرض داس فيها ودخل البيت وجلس فوق الناموسية شاد راسو اي طرطق عليه طلعت لي حياة في راسو الحياة اللي ما كانش باغيها وتفرضت عليه وهو كيخلص تما دابا بقى قال شحال تما كيسمع البكا مراتو مخلط بديال بنتو ما ديدو لجيبوش بالتليفون ودار ليه الكود ودخل البلاصة تصور نيشان فافوري بقى صورته بوحدة كاينة تما واللي مازال محتفظ بها وفين ما يكون بوحدو كيجبدها بقى يشوف فيها كأنها قدامه. بقى على حالته تتحل عليه الباب ودخلت مراته كلها مش ندفع تحت تعاير وهو مصوقش ليها مبغيش ينوض لها تاني وصدقات لها شافها كتجمع في حوايجها وعطاها بظهره عارفة غتمشي غضبانة اليوم وغدا على الصباح غيلقاها رجعات هادي حالتها من نهار الزوج شكون يقبل على هبالة من غير هو شحال مرة فكر يفاريها معاها ويصيفطها في خطرة لدار ولكن ضد فمو اللي بغاتو يطلقها خلاه كأنه كينتقم من حيت كانت سبب فراقه على حبة قلبه. خرج رجع شنطها
وبنتها مازال في ظهره وخلاته متكي على ظهره وعيني ساهين في السقف، بقى هكاك تداتو عينو غير حلا العاسه وهو يسمع الغوات. تاني ولاد قافز خرج برا يشوف اش كاين، مراتو مشات غضبانه اذا شكون كيغوت، ما يجي غير في اختو وافاء داخله جاره باريسه وولدها هزاه في يدها، وجهها كله مضروب مشوه وحوايجها مقطعين عليها. أمها تخبط في جنابها وتدعي في راجلها اللي ديما خالي عشتها، بغيت ليها القرض البزناز الاخر، والله يلقاها لي الحشايشي السكاري الموسخ، والله يغبر لي الشقف، غبروني تنتي معايا المسخوطه. يا قلت لك نهار الاول هذاك ما ديال الزواج وانت لاصقه فيه، قلتي منو تخلاقي وشدي دابا وشدت انا معاك نيت اللي غادي يعني ربي ربي الله يخليها سلعه. خلى امه كدعي وتسب في اختو، والاخرى ماشي بالعكس حتى هي كترد معاها في الهضره، مقدرش يزيد يسمع لهم وضرب ناقص من شي نعاس، هز كبوطو وعطى وجهو للباب خارج يتلح اللهم الزنقه ولا صداعهم. اليوم ليلة عرسي، الليله اللي شحال حنت بها وتمنيتها، ولكن قد ما فرحانه بها وانني غنجمع مع الراجل اللي كان بغيت تحت سقف واحد، قد ما حزينه حتى الفارق ماما. بهجت البيت فرحات العمر وجنات الارض اللي كانت وغتبقى الكتف اللي عمرو خذني، والسند اللي عمرو مال مهما مالت الايام، والدار اللي تولدت وكبرت بين حيوطها وفيها ودعت بابا الله يرحمه انا في عمر صغير، كل ذكرياتي غنخليها وسطها، وبيتي ملكتي الصغيرة اللي شهدت على أهم لحظات حياتي من الطفولة المراهقة. قلبي مقسوم على زوج وتحطيت في أقصى الخيارات في حياتي، ولكن هذه سنة الحياة كيف قالت ماما وبزز مني، خاصني نتأقلم معها حتى هي راه دات من نفس الحالة، ومني عداد البنات اللي كيتفارقوا مع أهلهم مشوا لديور رجالتهم. نهت بعمق ولكن جوا بنظراتي في أرجاء الغرفة، غرفتي الحبيبة وخزانتي اللي ولات فارغة من حوايجي وأغراضي اللي دابا مجموعين في حقائب محطوطين حدا الباب كيتسناو راجل أختي باش يجي يديهم لداري جديدة. داز الدمعة بلا ما نحس من عينيا، معايا نصبر ولكن ما نقدرش. هزيت يدي مسحتها مع الدخلة ديال صديقة عمري اللي بقات في جنبي هاد الأيام كلها، عاوناتني في كل شيء، تحضيرات العرس لشحني بالطاقة الإيجابية للتخفيف من التوتر والحزن، قابلتني ابتسامة حنونة عمرها فارقت وجهها البشوش، سدات الباب وجات جلست حدايا مع النقاني وكتطبطب عليا وصوتها بحال البلسم كيضم الجروح. أحلى عروسة الكبيدة ديالي حنان، خايفة سلوى علاش؟ راك عارفة خايفة من كوش قد المسؤولية، خايفة من ولفش، خايفة يتقاضى صبري ونبغي نرجع لحضن ميمتي، خايفة من كل شيء. سلوى سلوى عادي يا حبيبتي، اي وحدة وصل نهارها كتحس بحالك تماما وهذا راه طبيعي، ولا ما خفتيش وتوتري راه غنتعجبو، ولكن هذه هي الحياة عمري. وزيدو انتي محظوظة حيت ربي عطاك راجل تمنها اي وحدة الله يحفظه، راجل بمعنى الكلمة اللي غيكون لك الاب والاخ والزوج والصديق وكل شيء. انا متأكدة من هذا الشيء ما غيخليكش تحسي بالنقص، وبالعكس مع غتعيشي بخير خير وغتولفي بزز عليك وعائلته الله يعمر لهم الدار، خاصة ماما هذيك راه حلوة ديك السيدة وكتحماق عليك وديرك في عينيها، وسنتي ديرها في مقام ميتك وصلي فيها، ولو السكرة كتلة للطاقة اللي متنقلة ديك البنيتة الله يحفظها، وكتعزك بزاف لدرجة بعض المرات كتجيني الغيرة حيت حنان حبيبتي انا ما نبغيش شي حد يبغي ولا يدلع اكثر مني. سمعتي ضحكات حنان بزاف منا حميم بقى ايوا شنو الحق يتقال، نهار تفكرت بدليني قلت لك عن قصة حنان وزيرات على عمري فكر نبهن ديالها، انت راك اختي بحالك بحال سميره يمكن اكثر حيت داكشي اللي درتي معايا عمري نسى حياتي كلها، كنحمد الله ونشكر ديما حيت هداني صديقه بحالك، نهايا نهضر عليك ما نوفيكش حقك، ولكن اللي غنقول لك هو حتى حاجه ما غتفرقني عليك حتى حاجه حتى حاجه. سلوى اي والله يخلينا لبعضياتنا حبيبه ديالي، ونزيدك حاجه تانية انت غتجي تخدمي معايا في نفس البلاصه وغتدفعي المصري ان شاء الله وتلحقي عليا يعني قاو تشافو ديما، وتخالتي راكي غير حداها وفي نفس المدينه ديما غتشوفيها، وسميرة حتى هي ويونس راه وعدك بهذا الشيء وبشحال من حاجه اخرى غير باش تبقاي لي على خاطرك. لالا يا واش باقا بغيتي مازال؟ ها راه والله ما تلقاي بحالو في هذا الوقت حنان، بصح عندك الحق. ايوا هكا كنبغيك الزين ديالي تحكي ونور لي هذا الوجه الغزال، من يوم ليلتك خاصك تكوني طايره في السماء، يلا حبي نوضي لبس عليك باش نمشيو للصالون راه تابعنا شحال من حاجه، يلا نجيبها في الوقت نيشان ما بغيناش نتعطلوا. حنان ماما مشات ايه راه سبقت للقاعه بغات توقف على كل شيء بيديها، كاينه سميره تحتيه وبنات خالاتك وعماتك كيتسناونا ننزلوا باش نمشيو مجموعين. صراحه يونس دار مزيه والله فاش كرا داك السونتر كبير، يلا يقدنا كاملين على ذكره
قرا الهاتف ديال حالا وهزاته باي هدي كيرش فوق. شافت الام الاسم وابتسمات، وسلوى كتحرك لها في حجبانه باغيه تحشمها، ما ادتهاش فيها وجاوباتو. بقات مجمعه معاه شويه حتى هو كيحاول يخفف عليها التوتر. هاد الايام كلها كيحاول يهضر معاها بزاف باش الخوف ما ياثرش عليها وتصدق راجعها في كلامه وهو ما صدق وافقات. شافتها سلوى سرحات معاها في الهضره وهي تغمزها، دارت لها اشاره بيديها الا الوقت ما بقاش، وهي تودع ديك الساعه ولات بطلت لنا الخجوله. لابسات اللعبه في السومو وشعرها جا معاها بقراصه مخليها مطلوق، وجهها خالي من المكياج كتبان منوره والسر طايح عليها. لبسات بليغه وهزات بوشيت ديالها دارت فيها تليفونها وخرجات شاده في سلوى اللي طالقه حلقه تزغرت فرحانه بصحيبتها. وسلمنات ليل تحت كاملين سمعوا بداو يصليو تاهم على النبي، وخرجوا كاملين من الدار محملين بحوايجهم اللي ناويين يلبسوهم في السونتر وتبديلاتهم يديهم معاهم القاعه. سميرة سدت الدار وتبعاتهم فرحانة بخصها الصغيرة وكل شوية تدمع عليهم، وركبوا في سيارة البنات وشدوا الطريق لمركز التجميل. وصلوا استقبلوهم العاملات تما على رسم صاحبة المركز شخصيا بالحليب والتمر، بحكم انها زبونة وفية عند يونس وجات تقريبا من المطعم ديالو ديما كضوموندي من عنده. عمرها بنت ثلاثة وتاهما تعاملوا معاها مزيان، لا هي لا الزوج ديالها. وغير سمعات بالزفاف ديالو اصرت عليه ان هي اللي غتجهز ليها رؤسه، وحطت المركز ظهر اشارته ووافق بشرط انها تتعامل معاه كاي زبون اخر في الثمن. وافقات بزز منها ولكن تبان حوايج اخرى ما قالتهمش ليه، وهي دابا كتستقبل حالا بحفاوه وخاصه انها عمرها دارت مع شي عروسه اخرى جات عندها للسونتر. ولكن حيت حالا عروس يونس فهي مميزة وضروري ما توقف على تجهيزها بنفسها. دخلوا لداخل كاملهم وجلسوا في جليسة تما دايرين على طبلة كبيرة عامرة بكل ما لذ وطاب من الحلويات المشروبات مع ديكورة العريسات. كان استقبال وتعامل ملوكي خلى حالا فرحانة بزاف. وسلمات لي معاه بقاو غير مخرجين عينيهم في داك الخير كامل. وصاحبة المركز جالسة معاهم ومشاركة بالغناء والشطيح والرديح، تسمو العباد الداخلين وزهات القضية. ورادو العاملات تحزموا وعطاهم للركيز وجديد، والشعورات تشاير والفصايل يبانو، تعرقاتهم ولات هوادة ونوضو حالا دارت حقاتها هي. ساعة وهما ناشطات وحيت الوقت غيبدا يدوز، رات مولات الشي وعطات أوامرها العاملات ديالها. خداو حالا لداخل دايرين بها والبقية شادين البنات الخرات بالنوبة كيصابو، واللعابات مازال كيضربو وكيغنيو. ساعات هما خدامين والعواصر والحلوى كتفرق، ولسالات البنات كتدخل تبدل عليها ومعاونات مع بعضهم حالفين يبانو في ابهى حله. واللي بقى عزبه تضرب على راسها لعل وعسى تصيد لها شي عريس، مطلعين على بعضياتهم بالضحك وحال المراقبهم الملايو كدعي معاهم في خاطرها يفرحهم كيف فرحانين ليها. العشيه تعاشات والخدمه سالات، وحنان من اجمل الجميلات طلعت جالسه وسط منهم بصعوبها بقاعدة كتسطي بالسين، والبنات يخمسوا عليها. وسلوى الدور الدور وتجي تقرا عليها القران، حتى هي بقاعدة حالتها طلعت زوينه بحال قلبها وروحها. غير صونات ليهم حليمه وناضوا جمعوا الوقفه خارجين من الصالون تحت تبريكات العاملات في السونتر. ركبوها في واحده من السيارات اللي كانت مخصصه للعروس وبايره غير من الزوابق اللي فيها، وبنت خالتها سيقاها. حنا اللور حداها سلوى وسميره القدام وبراهم البنات الاخرين غادي في الطريق، والغلا منين ونين كيتسمع، والزمامرت السيارات كل شي عرف عروسة اللي دايزها. وقفوا تلقى قدام القاعة ودخلوا من الباب اللوراني وشي تلقاو مع الناس اللي بداو يتوافدوا. تعرضت لها ماماها في الباب وداتها نيشة لبيت العروسة فين غتبدل، والبقية تشتوا في القاعة من غير سلوى اللي لاصقها كي خيالة ما تفرقت على 3 دقيقة. القاعة مرات والهضرة كترات، وتلجوق شاد بلاصتو كيجرب الميكرو والبيفان، والكاميرا مان كيقاد في سلوكو، والبنات طالقين زينهم كيتسلفاو، وديك النميمة ضرورية في أي عرس واخا مازال مبدا. وحليمة كدور ترحب الناس كل شوية غدا الكوزينة تطلع على الطباخات، وخواتها تواقفين معاهم مخلينهاش، وتخوتها الرجال خاصة أن حنان يتيمة الأب بغاو يعوضوها. كل شيء واجد وهو هذاك. وحنان في البيت لابسة اللبسة الخضراء الحنة، وسلوى جالسة حداها والنكافة كدير لها آخر اللمسات، والضر بها من جهة لجهة، والخلعات ما زادت فيهم ما كي يقشبوا معاها ويضحكوا باش تطلق وما تبقاش خايفة هكا ومزيرة. تتحل الباب دخلت اختها سميرة بعد ما تسنات من ولدها اللي برزتها وعطاتو العقوصة شادها لتحت. أما صار رجلها بغي يسكت ليه ما خلاش يجلس بخاطر مع رجال وين تعطيه الحماسة مولفة وكيسكت ليها. سميرة موجهة كلامها للكافة
الناس كلهم جاو تنزل دابا، بس العريس مبقى ليه والو يوصل لهم في الطريق. مكافا يا بسم الله، هذه الوقت الحنه هاد الرجلين حيداس عليها، بقاو لها اليدين حالهم ساهلين دغيا دغيا. يلا يلا تجي لي ثانيه قد قد مع العريس. نوضوها بشويه عليها، ونقافت كيقادو ليها القفطان، هبطوا ليها الغطا على وجهها. شافوها جاهزه وكل شيء هو هذاك، وداروا وراها وتحركات هي غادي قدامهم وكيصلوا على النبي. خرجوا من البيت ومشاو في الكولوار، تلقى الحلوق الناس سمعوا وهزوا راسهم فوق كيشوفوها من الدربوز جايه مغطيه في لبسه الخضراء. كاين اللي وقفوا تليفونات كيصوروا في الهبطه الدروج حتى لتحت. وقفوها شويه ونقافات ما سكتوش، عاد تحركوا ثاني البرزه قلتو عتم. بداو كيحطوا في الطبله ديال الحنه، النقاشه وجدت راسها وجلست حداها كتعمر الباب الحنه، والجوق بدا خدام والبلازما تشعلوا عليها هي نيشان حتى اللي بعيد منها يقدر يشوفها. بدات النقاشة خدمتها كتزين ليها يديدها بالحنة، وهي كتشوف الناس تحت الغطاء الشفاف كتدور في عويناتها كتشوف البنات. بداو التسخينات للشطيح، وصل وحدها واقفة كتسمع هي البلاصة كتشطح بيديها، ومرة مرة كتدور تشوف فيها ودير حركاتها كأنها كتشير عليها بالورد، كترسل لها قبولات في الهواء عارفها كتشوفها. وحليمة هي جات حداها مشادة مع سميرة ومتأثرة بداك المشهد، وغير شافتها حالا وغلبوها دموعها. نط النقاشة للجهة الأخرى باش تكمل ليها نيت ثانية، وهما يسمعوا الدقة جايين من باب القاعة. عرفوا العريس جا، وقفوا الناس كيطالوا بغاو يشوفوه. حليمة وسميرة شو يستقبلهم، والبعض من العائلة من بينهم توفيق رجل سميرة. أما سلوى ما تفرقتش على حنان هاد الأخيرة اللي بدا قلبها كيضرب كيضرب بالجهد، حسب راسها غتسخف ولات كتدعد والنقاشة كدوي معاها باش ما تخسرش لا حنتها. ودخل مولاي السلطان بأبها حلته، لبس لباس تقليدي جا كيحمق حدا أمو وختوته، هما مزيينات في البلدي. وابراهيم صاحبو اللي درست العقل كتبان ليه بالفرحة، وفي الدبوكة كبير ديال الورد حلف تيهزو على صاحبو. والبعض من معارفه وفاميلتو القريبة من بينهم صاحبة المركز والزوج ديالها، والطيافر مهزوزين فوق الريوس، والدقة مازال خدامة. توصل العريس حدا عروسو اللي غير شافها وقلبو رفرف، وحس بعيني غيخونو ويدمعو بالفرحة. ممسيقش باللحانة الصغيرة جالسة قدامه وعروسه من الفوق. حيا النقاشة اللي باركت لي ودعت معاه وحط لها شي بركة في الصينية، ونقافة كتوري فين يجلس. جلس حداها كيشوف فيها، مادة يديها بزوج الحنة مزوقاهم، وما هزتش راسها فيه وقرب من ودنيا وهمس ليها. الزين حدايا ما قدر نوصل ليه. حضروا الضيافر في القاعة وجاو تحطو قدام العرسان، وتحيدوا لهم الغطية ديالهم وبانوا الهدايا اللي وسطهم، واللي خلاو العيون تحل والهضرة تكثر. حمر ليها وجهها وكبر بيها وبين لهم شحال هي غالية عنده، وما الدنيا ما يجيش قدامها. نقافة دوات ليه فودنين ودار شوية عند راسو وديدو الغطا دوجهها، كيزولو ببطء شديد عاطي المصور الفرصة فين يسجل ويصور بأدق تفاصيل اللي غتشوفوهم من بعد ويتذكروا ليلة العمر. زول الغطا وبان وجهها المضوي بحال القمرة اللي خلاه كيتصبهد وكيذكر الله الجمال الأخان. قرب من جبينها وطبع قبلة طويلة وهي مغمضة عويناتها، عض على شفايفها وريحته تغلغلات في نيفها. بعد على غير بزز كيشوف فيها ناسي كاع الناس اللي دايرين بيه. حل عينيك ما تحرمينيش من شوفتهم يا أحلى ما شافت عينيا. حلاتهم وابتسمت لي بحب ممزوج بالخجل، وعاود نزلاتهم بدلها وزحزح عيني غير بزز فجاتهم وخصو سلموا عليها. بقاو جالسين غير شوية فقط، ونوضاتهم النقافة باش توجد راسها للبسة الثانية ويبدلو حتى الديكور ديال البرزة. ما قدرش يشد فيها في يدها حيت مازال فيها الحنة، وحليمة فضلات تحيدها الفوق في البيت وتحتفظ بها في مكان ما يوصل ليه حد خوفا عليه. حط يدو على خصرها وطلعوا الفوق ثاني نيشة البيت، وتما جرى شوية على النقابات باش يلقى راحتو معاه شوية. وداكشي اللي كان وشبعة كلام ورومانسية على خاطر، وعاد بداو كيوجدو راسهم مزوج بيهم لبسة ورا لبسة، والعرس خدام والنشاط ها هو شاط، والناس ما جلسوش من الشطيح وما عياوش. وتا سلوى دارت حقها وبينات معنا الصداقة الحقيقية اللي ولات قليلة في هاد الزمان، بقلبها الطيب وروحها المرحة قدرت تدخل الخاطر بزاف الناس تما في العرس. درجة جهوة شلة عروض من أمهات تما، ولكن عينيها تحطوا على شخص واحد فقط في العرس، وتا هو عجباتو ما حيتش عيني على وحمات فيه البيضة. تالا طايل عند صاحبو اللي كان محضور على ودن عروسو كيوشوش ليه فيها، هي كتضحك كتهرب عويناتها حشمانة من هدرتو. توقف عليهم كل باطل وعيني كيمريو شافو يونس ويزفر نفس طويل.
عارفه جاي على شي كارثه، وحيت الغنى خدام وسطح كثير تحضر العدو ني كيدوي معاه باش يقدر يسمعو. جيت قاصدك اخويا والمقصود الله يونس. اش كاين تاني ناوي نكمل ديني يا صاحبي؟ يونس وسير صاحبي قلب عليا الساعه. ابراهيم والله الا معاك بالصح صاحبي، واش انت تزوج ولا تخليني نبور ما نبقاش فيك؟ وجه كلام الحاله اللي حابسه الضحكه بزاز وهي كتسمع لي. مرات خويا هضر هي مع داك الزنكير ديال راجلك حالا. بيناتكم اخويا يونس سمعتي يا واسر في حالك. ابراهيم شو والله بنت حارك من حداكم لقيتي لي حل؟ واش انا كنقول لك باغي نتزوج وانت كتجري عليا؟ حسق عتق خوك صاحبي، راه الدريه غطر من يدي كلشي حاضيها في العرس حالا. فضول شكون هادي على مين كتهضر؟ ابراهيم كيفرنس كتعرفيها مزيان مرات خويا، عرفتي الا وقفتي معايا في هاد النار والله ما ننسى خيرك حالا. الا قدرت علاش لا غير قولي شكون هاد سعيده الحظ صاحبتك. شير لها على سوا اللي كانت كتركز مراها تركز ما راهاش في العالم حالا بصدمه. سلوى حلف حلف. ابراهيم اقسم بالله اختي شنو دابا غديري هاد الخير في هاد المسكين اللي قدامك؟ يونس بالطنز مسكين لا باينه حسيتينا حتى في الزواج. ابراهيم انا قلت لك وراك عاق النهار قلت لك غتزوج وغنشوف انا مع شي خت مرتك ولا صاحبتها. ايوا القلب تحرك اخويا لصاحبتها والحال ما يشاور حنان. اسيدي نقولها لك من دابا اختاريتي وعرفتي شنو تختار. سلوى والله يا عمر هضر صاحبتي واختي وما تلقاش حسن منا وانا ما عليا غير نقولها ليها. ابراهيم وسيري اختي الله ينورك. وشاف في يونس شتي الناس كي دايرين تسلم صاحبي ورجع شاف حنان. انا والله ما تلقى احسن مني. جرى عليه يونس بزاف سبحان الله قربت تبول في حوايجها بالضحك ونفس الوقت فرحانه صاحبتها حيت جاها رزقها في ليله عرسها. وتا ابراهيم تعرفات عليه عن قرب زياده على شنو كيعاود له عليه يونس مفروح وضحوكي ولكن القلب كبير. هو وسلوى غير شكل ثنائي رائع طاح الحك وصبغ طاح حالا. ما قدرتش تصبر بزاف وغير جات اللبسه البيضاء واللي هي الاخيره وقطعوا لها ديك لاطارت ورقصوا مع بعضهم. وجات الوقت اللي غترمي فيه الورد عطاتهم الظهر والبنات كلهم تستفوا راها كيدافعوا باغاو يشدوا من عندها من بينهم سلوى. وحالا بقات تهزو وتحطو بغات ترميه وهو متلهفات ليه حتى صدماتو فاش دارت عندهم. ومشات نيشا قاصده صاحبتها الوحيده عطاتو لها في يدها وعنقاتها بالجهد كتدمع وتعاود تشكرها المرة الافهل فهاد الليله. وسلوى سلوى تا هي غلبوها دموعها بقاو معنقات شحال تقربوا يبعدوا وهي تهمس لها في الدنيا. نحن السابقون وانتم اللاحقون. مبروك عليك حبيبتي جا كعريس هاد الليله وتحققت امنيتك وصاحب راجلي هو اللي بغاك وعارفه هجمك تنتي راني حضيتكم العرس كله. الله يسعدكم. بعدت عليها خلات الاخرى مصدومه بهاد الاخبار ودارت تلقائيا شاف سفين وغمزه وهي تغرق في حوايجها وهزت الورد غطات به وجهها. وصلت اللحظه الحاسمه فين غتودع امها واختها وحبابها وصحابها. كانت لحظه مؤثره بكل المقاييس. كانت هي وما وخصها تتفشو دمعوا العيون ديال الناس معاهم وتفاقوا غير بزز عيون الشاد فيها وكيطبطب عليها خرجها من القاعه وركبوا في اللوطو وشدوا الطريق للفندق فين غيدوزوا ليلتهم قبل يسافروا لغد ليل تركيا بلد احلامها فين غيدوزوا شهر العسل. حلت الباب الغرفه وظل عند محبوبته اللي واقفه ورا حاضره راسها لتحت وشاده في جنب سلهم بيدها تاسم وتحضر شويه دار يديه في ظهرها ويتحضر كبسه و اوبا ويهزها. شهقات متفاجئه بحركته ونفس الوقت حشمانه ويلي نزلني. يونس بدا يضحك العادات حبي شاركاتو الضحك ودخلوا للبيت وهذا بحال الريشه. خذ الباب برجلو تمشى بها حتى الوسط وحطها عينيها كيدورو في البيت كيفاش مقاد كيفاش مديكوري مجهز لاستقبال العروسين. الشموع مشعوله الورد مشتت في البيت كامل راسمين به مسار حتى للسرير اللي كان مزوقته هو على شكل قلب الوسط كان في قمه الروعه وعجبها بزاف ومراقبها. تبانت ليه بدات كتفو عرف من السيده عيانه وقرروا ياجلوا دخلتهم حتى يسافروا. شاف يونس يلا حبيبه الحمام دخلي دوشي وبدلي لك باش تنعسي ترتاحي فيك الجوع حالا. لا باقاش معانا من العرس. اوكي يلا سيري واجي تنسي شويه تبعنا الفيق بكري. حركات ليه راسها هي مبتسمه بامتنان حيت تفهمها ومضغطش عليها وهكا كيزيد على عينيها وكتزيد تبغي يكسر وكسر. اصبحنا واصبح الملك لله. غير صون التليفون ونهض هو الاول بدا كيفيق به بزز باش ناط ليه خاسره من النعاس حيت باش بعدش نعاس مازال عيانه. بدلو عليهم ومشاو فطرو هو الاول وشدو الطريق للمطار لقاو تما ابراهيم وسلوى هما واسم كيتسناهم تما باش يودعوهم. خو معهم غير شويه فقط ودخلوا المطار هما مشابكين الاهادي
والحنينة في يدها دليل على أنها عروسة جديدة، وطارت الطيارة في السماء. وحيث كانت أول مرة غدرك فيها عكس هو، كانت خايفة وترق كله، وهي كدعي تنعسات ليه تاني ما فاقت توصلو. وكملوا الإجراءات الروتينية في المطار ومشاو للدار اللي كرا ليهم تما، فضل دار على أوتيل باش ياخدو راحتهم أكتر. كان زوينة عجباتها، وغير ارتاحو شوية مع راسهم خرجوا يتساراو، ومقررين يستغلوا كل لحظة ويستمتعوا بها. دوزو أسبوعين ولا أروع، بحكم خدمته مقدرش يزيد أكثر، وخمس ساخيش ولكن العمل ينادي. وثهية فهمات ووعد أنه ياخد البلاد أخرى أقرب فرصة، ورجعوا للمغرب ولقاو العائلة تاني في استقبالهم، وداروا ليهم ليلة دايزة الكلام، احتفلوا بهم. باش تبقى حالا بخاطرها قرر يسكنها في دارها بوحدها، ولكن هي رفضات وطلبات أنه ما يعيشوا مع أمه. أخته الصغيرة مبغاتوش يعزل عليهم، وفي نفس الوقت توانس معاهم، وهادشي فرحه وحماتها افتخرت بها ولات دايره لها كلمه القليل، وسحانه ما مقصرش من جهتها. ودازوا الايام وسلوى تزوجت بابراهيم، وداروا تاهما عرس زوين بحال ديال يونس وحنان. هاد الزوج اللي وقفوا معاهم تادات كل شيء مزيان، وحنان دفعت الكونكور التمريض وتقبلات فيه، وتعينات في المستشفى الجامعي في نفس المدينه. ونفس الوقت دفعت الماستر ديالها بغات تكمل قرايتها، ويونس ما عرفش، وتاهي وفقات بين القرايه والعمل، وحياتها الزوجية موفرة ليه كل شيء، وتاهو ما مخليها مخصوصة من حتى حاجة. واللي حلت على فمها كتحضر، تاني ما قالتهاش راه كيجيبها، دايرها في عيني، خاصة فاش حملات مفرج لها الدنيا ورد وكلهم مهلين فيها، وتحمات على حماتها وامها كي بغات. واليوم كيف كل ايام العطل، جالسة مجمعة مع حماتها في الصالون وكرشها قدامها، وضحكهم كيتسمع منين ومنين. تدخل عليهم بس المو على راسه، وقرب لمراته وسلم عليها بالحنك، وقلت حداها لا يحيد دورة ظهر معنقة، ضحكونا معاكم حنان. عرفتي خالتي عالم والله عندها شي نكت، ضحكت ضرتني كرشي. يونس هو الوالدة هكا داير من زمان، الضحك غادي ليها في الدم، الله يخليها ديما هكا. ليا قصوى قال لك الضحك يطول في العمر. حنان الله يبارك في عمرك يا خالتي. ليا قوت اللهم امين بنيتي، وصلتي الله يعطيك شي وقفة سهلة. حنان ويونس امين. لياقوت بدات تفوه، ايوا الله طلع البيت يرتاح شويه، الله تصبحوا على خير. حنان تباتي فرحت الله خالتي، تصبحي على خير الوالده. طلعت لياقوت لبيتها، خوالي الجو ودار عندها شاب فاهم ابتسم، توحشتك شافت فيه بدلع. تا انا غفلها تاكو هزه، وهي كتغوت لي واه كرشي تقيره ثقيله كيفاش غتهزني، وانا هزك انتي وعشرة اخرين. حاطات عنقها بيدها متكيراتها على صدرها وطالع بها في الدرور. توصلوا لبيتهم، دخل حلو بهكاك وصدو برجليه، داهني شان حطها فوق سريرها. حنان بلاتي نجيب لك عشاك هو الاول. وصلت تعشيت على في الريستو غير سحرية. وهكا توالت الايام، ما مخليش من جهده، كيعامل احسن معاملة، عمر ما كيخسر على الخاطر. اكيد لا بد من دوك المشاكل الروتينية العادية، ولكن على العموم ما كيخسرش ليها. وصل النهار الموعود اللي تزاد عندهم ولي العهد، كي ملقبه من نهار حملات وحد صدق، وكان ولد طبق الاصل لي ما كيشبه الحنان في والو غير يونس محطوط. كي قالوا ليه العائله غير تسخرت ليه، كانت فرحته كبيره بثمره حبهم. خلى الحنان هي اللي تسميه، اختارت لي اسم يزن، الحب هل هاد الاسم كانت صغيره. داروا ليها العقيقه كبيره، حضروا لها كاع الحباب، وسلوى هزه وفرحانه به. سلوى غي اختي، اختي على الفن ديال خالته، وشحال كيحمق ما شاء الله. حنان والعقبالك حبيبه ان شاء الله يا ربي. شوفي نصك مني، الا كانت بنت راني خاطبه على ولدي من دابا. سلوى كوني هانيه، على فين غنلقى احسن منكم. حنان ايوا هكا، وقلبها ضحك بيناتهم، ودوزوا الحفله زوينه هما مجموعين كاملين وفرحانين باش ياخدوا صوره تذكاريه في الحفل. وتوسطهم يونس وحنان ويزن في يدها، ورجلها معلقه فرحان بعائلته الصغيره. قبل ما يضغط المصور على زر التصوير، شاف فيها وشاف فيه ونطقوا بدقه واحده، كنبغيك. سالات القصه ديالنا هنايا، كنتمنى تكون عجباتكم. ايوا شنو رايكم، عيشتكم العرس بحال اللي حضرتو ليه؟ واش حسيتوا في العالم اللي حضرتو العرس ولا لا، ولا غير انا؟ المهم ما علينا، كان بزاف ديال النصائح وديال العبر كاينه ما بين السطور ديال القصه، كنتمنى انها تكون وصلاتكم. خصكم تعرفوا بلي اي بنت كتعطي قبل راسها فمصلحتها هي. كان ممكن مثلا لو ان حنان ملي كانت مع منصف انها نزلت من قيمتها، انها دارت معها شي حاجه اللي هي غلط، اللي كان ممكن انها تندم عليها الندامه ديال عمرها كامله. كان من الخير انها بقات على طبيعتها معاه، انها حافظت على نفسها، حافظت على شخصيتها، لانه ما كانش كيستاهلها، وما كانش هذاك هو الانسان اللي مكتوب له الله
الناس كمل حياتها معاه، وهكذا بغيتكم البنات. ديما ديروا بالكم هاد النقطه، يمكن داك الانسان اللي كتعرفيه واللي انتي معاه ولا اللي تلاقيتيه ما يكونش هو داك الانسان اللي غتكملي معاه، تقدري ديري شي حاجه خايبه لانها تندمي عليها. ممكن غير صوره اللي غتصوريها تقدر تأدي لك في شي حاجه خايبه. حتى دوك الصور اللي كيكونوا هكا، تدور هنا وتصور مع هذا وتصور مع هذا وتصور مع هذا، حتى هذوك راه شي حاجه اللي ما خصهاش دار. شحال من حاجه كنديروها تكون ممكن كتكون نيتنا فيها مزيانه ولا بسيطه في نظرنا، ولكن كتقدر تاثر علينا من بعد وكنندموا عليها. ديما اي خطوه كنخطيوها نديروا لها حساب ونفكروا في من القدام، ديما نفكروا من القدام شنو ممكن انه يوقع. كنتمنى ان دوك الرسائل يكونوا وصلوكم، دوك النصائح اللي كانوا في القصه يكونوا وصلوكم. كنتمنى ان القصه عجبتكم. الى كتوصلتوا لهنا فاكيد راكم استمتعتوا بالقصه، وخليوا اللايك الى عجبتكم، تعاليقكم الجميله المحفزه كيف ديما، والبارتاج اذا كان ممكن القصه. ونقول لكم الى اللقاء وفي امان الله. Thank you.